نور بيكم احبتي يا هلا يا هلا وسهلا هذه الأغنية مهداة لله سبحانه وتعالى في صحته أحب أدي هاي بودا يقصد مثلا نوار يا هلا أحب أحب يسعد مساكم يا هلا احبتي <applause> يا اهلا <ميتهل> وسهلا يا <applause> ميت اهلا وسهلا حبيب عمو قل لي يا ابو خالد ايه ممكن بعد ما نوصل لميت أهلا أنا بخير حبيبي أنت كيف؟ آه حرام، وسط الطريق، يسعد أوقاتك حبيبي يا هلا والله أنا كشخة من يومي مع الأسف الشديد شريعة بهدلتنا يا أبو عمو شو نسوي تسلم لي حبيبي وارقو ذكريات سلامتك هذا حبيبي شكرا لك ولا تشغلني ايوه مايا مايا يا كفار مايا مش لا ويسكي ولا فودكا مايا على طول عندكم نيات سيئة يا خرب بيتكم دائما فكركم شمال كذا، ليه؟ وتحية لكل الشعب الأشوري حبيبي يا حبيبي تسلميلي حبيبتي يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا, يا حبيبي، محباتي كارشاماط. وصحة اليزيدية اليوم كان بدنا نكمل قصة موسى عشان ندخل للي بعده ها من يتذكر وين وصلنا بقصة موسى يا اهلا وسهلا خالد في قصة موسى وصلنا انهم وصلوا الى بيت المقدس تقريبا وطبعا كما لا يخفى عليكم قصة السامري وقصة موسى اللي راح لعند الله عشان يشوف ال يشوف رب العالمين وبعدين رجع وشاف السامري وكل هذه الكلاوات صار عندنا شغلة رهيبة جدا في موضوع موسى وهي قصة عظيمة جدا لها عبر بعيد عنكم زبالة آه لما التقى بالخضر طبعا كما لا يخفى عليكم في يوم من الأيام موسى كان يخطب في بني إسرائيل تعرفون مثل جماعتنا ناس نصابين موسى طبعا نصاب آه كل الناس عارفين <applause> النصاب نصاب وبلطجي في أنبياء نصابين فقط ولكن موسى نصاب وبلطجي يعني آه كان عليه السلام عليه الصلاة والسلام كان آه يعني بلطجي من العيار الثقيل وكان كثير مغرور يعني لكن هو أصلا متربى في القصور يعني آه فكان آه متربى في القصور وفي نفس الوقت يعني يدعو إلى شو يعني عنده أبها وعنده بلطجة وعنده يحس دائما إنه أعلى من الخلق يعني فالمهم في يوم من الايام جالس هو بيخطب في الناس يا بني اسرائيل عليكم اختا الم... ما كانش في مطبخ ايامها يعني فما كان في خطاب يا اختا ما فيش هذا الكلام اه موسى صريح صحيح انه ما كان سبورت يعني ما كان منفتح وكذا بس ما كانش في مطبخ فبالتالي اختا المطبخ المطبخ ما كانش في موجود في ذلك الوقت فالمهم موسى عليه السلام جال جالس يخطب في اسراء بني اسرائيل طبعا الناس اعجبوا به شو العلم شو الثقافه والناس رعاية يعني بعيد عنكم يا يعني ناس لا لا انفتاح ولا ثقافه ولا بطيخ يعني بس لما شو تعتقد من هذول الناس يعني آه فالمهم في واحد منهم قال له يا موسى قال نعم قال هل في حدا بيعرف اكثر منك؟ قال لا ما في حدا بيعرف مني انا وصلت لله على الهرم ما فيش آه طبعا رب العالمين اول ما سمع كلامه شاب غار منه قال موسى شو هذا اللي نيلته؟ قال شو يا رب العالمين؟ قال شو هذا ما في حدا بيعرف اكثر منك؟ قال ليش هو في حدا بيعرف اكثر مني؟ قال اول اول هام انا بعرف اكثر منك قال ايه طيب يا رب هذا نسيته اقول الله اعلم انت بتعرف اكثر مني قال ثاني هام في واحد عبد من عبادنا بيعرف اكثر منك قال مين هذا؟ قال تطلع انت والغلام تبعك. مين الغلام تبعه؟ يقال انه يوشع بن نون. يوشع بن نون هذا كمان طبعا هو وكالب من يقن هذا اثنيناتهم اتعلموا البلطجه على اس... على يد موسى عليه السلام، هذا بعدين نجي عليه في قصه بلعام بعدين بعدين مش الان. اه فعشان تعرفوا البلطجه كيف هي. فقال طيب شو أعمل قال تأخذ الغلام معك قال إيه قالوا تأخذ سمكة معك؟ قال إيه قال لما السمكة تختفي راح تلقى هذا الشخص دماغ شغل آلهة عرفت كيف ما بتعرف شو الهدف هذا بيروح شو أي حاجة ما تعرف ليش هو رب العالمين بيتصرف بهذه الطريقة المهم موسى أخذ الغلام قال جبت السمكه؟ قال جيب السمكه وراحوا وراحوا في ارض الله رايحين جايين طالعين نازلين جايبين شايفين كايفين ما ادري شنو في نهايه المطاف ناموا صحوا من النوم قال قال والله تعرف السمكه اللي كانت معنا؟ قال اه قال دخل دخل البحر راح من عندنا قال ذلك ما كنا نبث اه قال كيف ذلك؟ قال انت خلاص انت رحت انا عرفت الطريق الان انا من انا هذه هي الاشاره السين بي تبعي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فالمهم رب العالمين اخذ موسى جاء جالس موسى هنا جالس طلع عليه الرجل اللي مفروض يكون هو يعرف اكثر من موسى. السلام عليكم عليكم السلام كيف احوالك اهلا وسهلا شو اخبارك عائلة الكلام اللي بتعرفوه قال ممكن أجي معاك أكون لك تابع قال ليش تجي تابع شو يعني تجي تكون معي تابع قال مو أنا رب العالمين قال لي أنه أنا أتبعك عشان أتعلم قالوا على قولة أخونا توقعت هذا الشيء قال ولكن بشرط قال شو قال لما تجي معايا سكتم بكتم ما تسأل عن شيء حتى أنا أقول لك شو الموضوع قال خلاص ستجدني ان شاء الله صابرا وما ألوك لك كثير قال خلاص توكلنا على الله والله راحوا طبعا بطبيعه الحال راحوا ركبوا في السفينه ما هو ما بيعرف هو مثل الاهبل ماشي ورا الزلمه ركبوا السفينه وصلوا السفينه رايحه اول ما بيشوف ما حدا بيشوفه يروح يجي ينخور في السفينه بيكسر السفينه شو الغباء فقال له لا هذا اكيد وراء موضوع، فاجى عليه موسى قال شو بتعمل؟ ناس محترمين مطلعين معاهم راح تغرقنا يخرب بيتك، قال شفت يا هبل؟ ما قلت لك ما راح تصبر معايا ما قلت لك سكتم بكتم ما تتكلم لين ما، قال اه والله صحيح اسف نسيت، قال ترى بالك، قال خلاص توبه. والله راحوا بعد شوية <applause> طفل ماشي في أمان الله مسكوا ذبحوا أخذوا على جرب كذا وذبحوا يا نار اسمت آه هذا يخرب شو عملت هذا طبعا موسى أول مرة يشوف طفل ينذبح بحياته ما شايف منظر مثل هذا الرعب صحيح هو بلطجي وكذا بس مو لدرجة أنه يذبح طفل عن الرعب, الرعب موسى عليه السلام ويخرب بيت شو المسكين صار يضرب اسداس وخماس اسداس قال شو عملت ليش ذبحت الطفل وكيف تقتل نفس اصلا فضلا انه نفس انه طفل كمان قال شو قلت لك انا ما قلت لك انه ما راح تستطع معي صبرة وموقف زباله فقال له خلاص آخر مرة توبة، المرة الجاية لو قلت لك شي سألتك عن شي يعني خلاص قال خلاص قال طيب والله راحوا وصلوا لمكان وصلوا للقرية طبعا هم ماشيين في أمان الله صاروا يدقون الأبواب ترى يا جماعة غريب متسولين <applause> في حدا بيستضيفنا ما حدا الناس تشوفه يقول يا عمي روح الله يسهل لك الحاجة لله صدقة قليلة تشيل بلاوي كثيرة لله وللمحسنين يا الله يا محسنين ما, ما, في حدا المهم تعال روح اجي ما حدا استضافه فموسى طبعا طالع طول الطريق هو بالذمر يخرب بيته ويلعن ابو اشكاله ويلعن ابو اخلاقهم هذول ام الزباله أمه وجاء طالع بيسبسب مع نفسه وهو وش قاطع تعال شوشو قال تعال شو شو قال امسك لي الحيطه عشان ما يوقع راح جاب ما ادري شنو حط الحيطة كان في حيطة مايلة كده تريد توقع هذا شو راح ضبط الحيطة هاي يعني عشان ما توقع رممها وكذا وجيب جبس وجيب كذا وراح يعني بهدلة موسى موسى قال انت ليش تعمل هذا الشيء المفروض انت لما تعمل هذا الموضوع تاخذ عليه اجر وخاصه ان هذول اولاد القندره ما حط ما 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 منهم استقبلنا اصلا طبعا الرجال تعب منه، قال خلاص هذا فراق بيني وبينك تعال راح اقول لك ليش الـ 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 لانك انت واحد اهبل مستعجل ما بتسكت. قال طيب شو القصه؟ قال القصه خليني انا اقول لك ما انت لو كنت صبرت شويه كنت كنت راح تعرف هذه الامور، قال طيب شو الموضوع؟ قال تتذكر السفينه؟ قال اه قال هاي السفينه كان في ملك بياخذ السفينه السفن الجديده. اما السفن القديمه بيتركها، فانا نخورت السفينه عشان ما ياخذها، شفت يا فكيك؟ قال عفارم عليك. طيب موسى <applause> ما سال انت منين عرفت؟ منين جبت؟ منين وديت؟ ما فيش، هذا السيناريو كله مش موجود. القصه الثانيه قال والغلام؟ قال ما انت ما بتعرف الغلام، قال اه. قال شايف هذا الغلام؟ قال اه، قال تعرف هذا لو كبر شو راح يعمل؟ قال آه قال هذا راح يؤذي أبوه أمه لأنه هذا الغلام أنت شايفه كيوت وكذا وحلوة وحلاوة وبيتنطط يا عيني وكذا هذا الولد لما يطلع يكبر يطلع قندرة ملحد من ستين كلب راح يخلي ناس تلحد من وراه فربنا قال خلص خلص بكير بكير آه عشان ما ما يزعج أبوه أمه قال فقط قال آه. قال أوكي طيب الجدار شو قصته؟ قال هو هذا الجدار قصته قصة قال شو؟ قال هذا الجدار كان فيه رجال ومرأة ناس صالحين حطوا فلوس تحت هذا الجدار وطبعا ماتوا وأولادهم راح يجوا يأخذوا الفلوس من اللي من تحت هذا الجدار كرتون كرتون قسما بالله تصور انت تقرا هذا الكلام كل كل اسبوع وكل يوم جمعه <applause> فقال له انت لما بتجي بتقرا هذا الك... لما لما يجي الاولاد يعرفوا الفلوس وين؟ من خلال الجدار، اذا الجدار وقع يروح الفلوس، ور ناس صالحين، ناس محترمين. اه اوكي قال شفت هذا الكلام لا تعتقد انه انا عامله من نفسي قال لك من شو قال من رب العالمين رب العالمين قال لي خلص واعمل وسوي وبهدل ودمر قال طيب قال يلا خلاص السلام عليكم وعليك السلام طبعا موسى رجع للبيت على اساس انه صار اعلم ولا ابن غل... <applause> اه المهم رجع رب العالمين قال له جيب جماعتك ترى قال اه فانا ما حدثتكم قبل هذا تذكرون لما عبدوا البقرة لما عبدوا البقرة <applause> رب العالمين إجا طريقة قندرة بعيد عنكم في التوبة طبعا الناس أرادوا يتوبوا قال رب العالمين كيف يتوبوا قال الناس اللي ما عبدوا البقرة يقتلوا الناس اللي عبدوا البقرة قال إزاي زي السكر في الشيء <applause> كيف يقتل الناس اللي قال الآن راح أقول لكم شيلوا السيف قال آه الناس اللي ما عبدوا البقرة أخذوا السيف أكرا دابرا ووكس بوكس إجا عليهم غمام قال انزلوا والله يا عمي الناس اللي بيديهم سيف صاروا يضربون تاخ تيش تاش ما أدري شنو قتلوا ما أدري أربعين ألف ستين ألف كم ألف قتلوا الآلاف المهم من الناس اللي أول ما راحت الغمامة شافوا في مجزرة <applause> سبحان الله آه. اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم اقتلوا انفسكم عشان تتوب لازم تقتل نفسك انت ما راح تقتل نفسك راح تقتل جماعتك يعني على اساس انه كلهم مثل بعض المهم بقوا هكذا شويه وشويه ورب العالمين ضرب في راسه قال تعال قال شو قال ادخلوا البيت المقدس الحلو اروح جيب جماعتك وقول لهم يلا اهجموا وراح واعملوا فيهم العمايل طبعا قوم موسى دائما تحس انه هذا القران مستقصد لهم يعني يعني تحس انه دائما ماسك عليهم زله جماعه بني اسرائيل فالمهم اجى قوم موسى قال ان الله يامركم ان تدخلوا هذه القريه وتروحوا تشتغلوا في أهلها قتل وتنكيل لين ما يصيروا أوادم قالوا شو هذا ندخل هاي القرية لو انت صادق روح انت وربك ادخلوها واحنا جالسين هون بانتظاركم طبعا رب العالمين اول ما سمع الكلام تبعهم ما عجبوا كالعاده اول ما حدا ما يقول له كلام هكذا ما ما بيعجبوا يعني فقال لهم لا انت انتو اذا لازم تتيهوا في في الصحراء وتبقوا فيها أربعين سنه شو يعني تبقوا فيها أربعين سنه قال آه عشان تبقوا فيها لانه انتو ناس زباله لازم هذا الجيل يروح يجي الجيل الثاني وطبعا بقوا في الصحراء طبعا موسى جالس بيناتهم وبهدله وحياه فاضيه وينتظرون الوقت يروح أربعين سنة مش اليوم واليومين يعني. فترة هذه في هذه الأوقات الحرجة رب العالمين أرسل له عزرائيل ابن عم شرشبيل قال له عزرائيل تعال قال شو قال روح اقبض موسى اقبض روح موسى <applause> قال اوكي سهلة غالي تدلل <applause> تدلل يا ابو عيسى يا ما ما كانش في عيسى فما كانش ابو حاجه لسه اه قال ابشر ولا يما اجى طبعا عزرائيل شمر عن سعد ومثل ما انا عامل كذا آه وهو وطاع طعن عزرائيل هو بيروح كذا ويخلص ثواني ما عندوش حاجه <applause> راح لعنده ف موسى قال له شو بدأ؟ قال جاي ياخذ روحك قال ياخذ روحي ازاي <applause> يا جدع والله بالضبط ها اقول لك بلطجي هذا ما له حل يعني هذا هذا يعني د د موسى اكثر نبي بلطجي على وجه الارض يعني لا يجاري في البلطجه الا سليمان عليه السلام تحس نفس طالعين من نفس المدرسه طبعا موسى اول ما سمع الكلام ضربوا طبعا الرجال تعور جامد راح بالجراحات وعام راح عمل محضر اثبات وكذا وتقرير طبي وراح لعند رب العالمين شو هذا اللي قد شو هذا اللي متبصل لي هذا نبي ولا هذا نبي ولا ولا بطل؟ شو هذا اللي تبرسل لي قال شو عمل لك؟ قال ضربني قال, قال لو عرف انك انت ملك الموت قال لا قال كيف كان الموضوع قال قلت انا رحت لعنده قال شو بدأ قال انا بدي اخذ روحك ضربني قال يا احبل مش هكذا المهم رب العالمين جاء مع موسى قال له شو شو اللي انت قال؟ مجاي ياخذ روحي شو مفكرني انا طالع من من الحيطه انا وراي ناس تاكل زلط. طبعا رب العالمين بعدين قال لعزرائيل روح لعنده حط له ثور يحط ايده عليه على ما يجي ايده عليه انا امدد له في عمره. فطبعا حاولوا يتفاوضوا مع موسى تعال اخذ اعطي جيب ودي كذا ما في هذا الكلام. في نهاية المطاف شو صار؟ في نهاية المطاف اجى موسى عليه السلام قال لا خلاص شيلني عندك وانا اروح انتظر هناك فوق. فطبعا عزرائيل جاء اخذه وحطه هناك فوق. لين ما اجى يوم المشؤوم عليه السلام. صاحبنا طلع عنده عليه الصلاة والسلام. تذكرون القصة رايح جاي رايح جاي خمس صلوات عشر صلوات اثنى خمس عشر خمسة عشر. عملية المزاد الحلني <applause> علي ب 15 لا والله علي ب 20 صار يفاوض في موضوع الصلوات لأن ما حط لنا خمس صلوات وبهدلنا بأي الطريقة فالمهم هذه تقريبا كانت في عجالة شديدة قصة موسى وطبعا موسى مات وكان من قبل هارون مات وكثير من الناس الذين رفضوا أن يدخلوا البيت المقدس ماتوا وصارت الولاية لمين لاثنين من القيادات واحد منهم اسمه يوشع بن نون هذا هو الغلام تبعه صبي صبي العلمة هذا يوشع بن نون والثاني هو البلطجي اللي هو كالب أو قالب بن يقنى ويحنى. ما تدري أنا كلها ما مأخوذة من من قصص التوراة يعني مع الأسف الشديد لكن احنا ما لنا قصه ما لنا دخل بقصه هذول الكفار اليهود، احنا لنا علاقه فقط بقصص المسلمين، صحيح بنسرق منهم ولكن قصتنا في الدرجه الاولى وفي المقام الاول هو علاقه بقصص المسلمين. طبعا قال ابو يوشع قرروا يدخلوا ارض بني اسرائيل، وحضروا احوالهم وحضروا كذا والجيوش وصار في عرق جديد، جيل جديد طالع ها ففي نهاية المطاف أول ما تحضر كذا قبل الهجوم نحاول نكمل في المرة القادمة في صحتكم في صحة موسى عليه السلام أعظم نبي على وجه الأرض بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آه. يقول أستاذ ليش زوجتك طردتك من البيت عادي جداً وين يعني المشكلة إذا زوجتي طردتني من البيت أهم شيء أنك أنت تقدر تطلع وزوجتك ما تطردك من البيت يقول راح نتكلم عن قصة لقمان الحكيم لأنه ذاك قصة ثانية تماما آه. هلا هلا حبيبي هلا تحية لك هلا حبيبي أحباتي يا هلا مالك الصفرقي تبع الجنة هو, هو هذا شغل فنادق مالك الخدمات تمام كل حاجة تمام يا فندم هو هذا شغل مالك تحية لك هلا حبيبي مرحبا اهلا وسهلا شكرا لك حبيبي يا هلا أمم اهلا وسهلا انا بخير المسلمين يكتبوا رقم سبعة بعد ما نتجاوز المئة الف لايك احكي لكم قصة المسيح بس لما نوصل له لسه عندنا قصص هبلة كلها في الطريق عندنا قصة دانيال وعندنا قصة داود وعندنا قصة سليمان آه. وعندنا قصة الياس آه قصة الياس هذه رهيبة جدا آه وعندنا قصة شو كان اسمه عندنا قصة أيوب أيوب قصة رهيبة آه مم مم. يقول شنو رأيك بالمسيح والله بشوف المسكين يعني ودى نفسه في دهية ودى معاه ناس كثير في دهية أيوة قصة لوط هذه كانت قبل موسى هذا كان زمن إبراهيم احنا حكينا قصة لوط اعتقد كان قصة بعيد عنكم قصة زبالة يعني قصة نوح حكينا قصة نوح كمان وقصتي أنا قصتي مش موجودة بين قصص الأنبياء قصتي بعدين بعد أربعة آلاف سنة راح الناس تحكي قصتي ويقولون الرجل الصالح محمد صالح الذي كان يخرج على التيك توك ويتكلم عن ال... عن الشريعة الإسلامية ها آه؟ وقسم الناس المسلمين إلى خجلانين وغير خجلانين <تصفيق> آه. <تصفيق> يقول طالع شيك اليوم تعلى حاجة عندنا يا أبو طيب <applause> المسلم يكتب لي رقم سبعه ان احب المشاركه المسلم مش الخجلان المسلم الاصلي طيب بسم الله انت ملحد غضبان ولا ملحد زعلان أنا ملحد أنا مش ملحد أول حاجة ولكني مسلم فرحان ملحد مسلم فرحان هو أصلا هي صح هي أصلا هي صح لا يوجد يا سيف؟ ملحد عربي سيف سيف شو اسمك؟ أنا سيف سيف من الجزائر سيف؟, سيف الدين من الجزائر آه آه سيف, لا الدين. سيف الدين سني ولا شيعي يا سيف الدين هو الجزائر هي دولة سنية والحمد لله أسمع. آه هي يعني صح لا يوجد شيعي كيف؟ ليش متحالفين مع ايران مين الجزائر الجزائر كشعب او كسياسه نظام نظام هذا شأنه هو يعرف السياسه اكثر من ك... يعني؟ نو <applause> <ولا تصفيق> لا احنا انا اتكلم لك على الشعب 100% شعب الجزائر ال 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 النظام هو مش النظام, مش النظام هو يمثل لا الشعب لا النظام هو مش هو لي... لكسم انا اعرف انهم ان الملاحده العقل لا عقل هو هذا امر سياسي اذا ما دام يكون امر سياسي أنت ليس تحت انت بالنظام السياسي ولا لا؟ النظام السياسي الع... الموجود حاليا ال كيف؟ هل النظام السياسي يعتبر ولي امر ولا لا؟ ولي امر الجزائريين شئت ام ابيت فهمت. فهمت. ليش متحالف مع ايران؟ نو no, هو ليس تحالف هي لا هي لا, لا. هي سياسه لا هي لا سياسه نظامكم ولي امركم متحالف مع مع من يسب امكم ليل نهار كيف تحالف كيف؟ فهم؟ نظامكم معترف بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اللي بيسب امكم ليل نهار. لا كيف تحالف كيف تحالف؟ واللي بيلعن صحابه نبيك ليل نهار. كيف تحالف؟ واللي بيسميكم نواصم ليل نهار. كيف تحالف؟ كيف تحالف؟ كيف تحالف. تحالف. الجزائر. الجزائر كيف ايران, إيران وسوريا والجزائر ولبنان. الجزائر تقاتل الجنة. مع، الجزائر تقاتل مع ايران. لا لا تقاتل ولكنها متحالفة معه. ف... كيف تحالف؟ أنا أريد أن أفهم كيف ما تحالف؟ إذا الجزائر متحالفة مع في الاتفاقيات اللي بين إيران والجزائر؟ ما. لا لا يوجد تحالف يوجد سياسة مثل ما كل دلوقتي الدول. هل الجزائر مع... عندها علاقات مع بريطانيا؟ راها متحالفة مع بريطانيا أو آه عندها آه علاقات آه مع, آه. مع إسبانيا آه بريطانيا؟ ولكن علاقة الجزائر مع إيران مختلفة عن علاقة الجزائر مع بريطانيا. لا 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 بالعكس لا, مالع لا, لا احنا ال... هي اصلا هي شوف هي سياسه الجزائر مع الخارج سياسة الجزائر هي... انها ابقني تجدني لا سياسه الخارج نو سياسه الجزائر هي عدم تدخل سياسه الجزائر هي عدم تدخل الجزائريين كنت اليوم انت بدل ما تحط علم الجزائر كنت راح تحط علم اسرائيل لا أنا أحب أنا فلسطين كل الجزائريين يحبون بقى فلسطين بقى. أكثر من حبهم للجزائر أنا أحب فلسطين أكثر من حبي للجزائر أنا أحب فلسطين أكثر من حبي للجزائر وأنا أفتخر بعلم فلسطين أكثر من علم لا كل ع... كل أهل الجزائر يحبون فلسطين أكثر من حبهم للجزائر كيف واحد ونفتخر بعلم فلسطين لا أنا بلدي الأول فلسطين بلدي احنا احنا الجزائريين هذا 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 اعجاز الجزائريين الجزائري يحب الجزائر اكثر من اي بلد اخر اليوم لحظه سيف لحظه لا. اكثر لا. بلد في العالم العربي اللي الحس الوطني فيها عالي جدا هي مصر والجزائر اه ف... شفت اذا اليوم سوف من السياسه, السياسة. خلينا نتكلم شويه في الشريعه الاسلاميه صح آه. عن شو تحب نتكلم في الشريعه يا أختار اختر مثل ما بدك المهم انا اعطيني دقيقه اعطيني دقيقة. دقيقه وثم اختر ما شئت هو صح لا يوجد ملحد عربي لان الملحد هو يكون اصلا أنتو ملحد أنتو اصلي إيه. 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 دخلت إيه. في الملحدين. إيه. وش دخل أما في الجزائر لحظه يا سير انتم في الجزائر يا اما امازيغ او اولاد سبايا من الذين نكحهم العرب من نسوانكم وانتم جيتوا على اساسهم لذلك انتو اليوم لما بتدافعون عن الاسلام انتو بتدافعون عن ابائكم اللي سبوا امهاتكم المهم الم... لا يوجد ملحد الم... عربي الم... ليش؟ لان عرب لحظه يا سيف انا هنا انا ما, ما مش... انا مش ملحد فالملحدين تروح تناقشوا منافي اكيد انت أنت, ملحد. انت مرتد لحظة لحظة. انت <applause> مرتد لست ملحد لا لا انا مش ملحد انا مسلم المسلمين لا مرتد لما مرتد. نكحوا لما نكحوا جداتكم انتم جيتوا لذلك انتم حتى عقليتكم عقليه اولاد السبايا وعقليه العبيد لذلك انتم عمليا بتدافعون عن مين؟ بتدافعون عن من نكح جداتكم من العرب الفاتحين رضوان الله عليهم. يعني انتم ببساطه شديده يا سيف كاي جزائري او يعني امازيغي او اي كردي او اي يعني السودان وغيرهم انتم عمليا اولاد سبايا. عليكم ان ترضوا بذلك ان العرب اجوا وداسوا على راسكم واجبروكم قتلوا آباءكم وعفوا قتلوا اجدادكم القدامى الرياجيل وجابوا نسوانكم نكحوهم وانتم جيتوا على اثر ذلك، الجزائر العربي، التونسي العربي، المغرب العربي هو نتيجه اغتصاب عربي لامراه امازيغيه. اصلا كلمه امازيغي لا وجود لها المهم انا عندي صديقي <applause> نعم انت انت, إنت،, إنت إيه؟ من هذا لا. الأمازيغ. قوم عريق في هذه المنطقه إجى العرب ونكحوا ابو سلسله انت عدتها سلسل. سلسل. اكثر أنا. من اربع مرات جابوهم جابو. الجمله اكثر من اربع مرات بصيغات مختلفه أنتوا مش عرب أنتو أولاد فلسطين اكثر من حبي للجزائر وجعت هذه لأنك لأنك, لأنك, لانك لانك لحظه لانك متاثر لحظه يا سير. لانك متاثر بعقليه المختصبين عرفت كيف الناس الذين اختصبوا اباء امهاتكم القدامى عرفت كيف؟ فبالتالي انت اليوم لما تحب فلسطين وتحب العروبه وتحب الاسلام انت مصاب بمتلازمه ستوكوم هذا هو. صح، أعدتها أكثر من أربع مرات بصيغ مختلفة. أمستلمها. أمستلمها. يمكن أوك. يمكن, عندي. يمكن عندي. لحظة لحظة يمكن شوية تتحرك أوك. على جداتك المغتصبات ولا دام. ولا ولا تحولت إلى عبدة 100% تمام عندي صديقي دكتور من الإمارات وصديقي دكتور جزائري. كلنا صديق. صديقة. أكبر. ما اسمه صديقة؟ سيدك. صح. لا لا. كنا سيدك. سيدك كنا التعاري التعاري وسيدك الإمارات. لا إمارات وسيدك وأنا. 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 لا توجد, إيه؟ لا, توجد صداقة سيب لحظة سيب. لا توجد صداقة لحظة سير لا توجد صداقة بين اولاد السبايا والساده هؤلاء اسيادكم لا تجي تقول لي اصدقاء اذا اذا فسنتناقشوا نتناقشوا على نقاش مثل هذا من هم العرب الاقحاح؟ هل هم عرب الجزيره ام آه، هم عرب شا... يقول كل علماء المسلمين المهم هل هم العرب شمال افريقيا اما تعرف الفرق بين العرب نعرف 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 هل تعرف الفرق بين العرب سيف لما اتكلم لا تتكلم في نصف. من هم الل... ما... سيف انا متنا... انا اعرف نعرف اه انا نعرف نعم. دخل... انت انت لا خليني نتكلم نجاوبك جاوبني ما هو الفرق بين العرب والعرب وعرب جرهم ونعرف العرب العاربه والمستعربه والنبي اسماعيل هو اول مستعرب هو عرب. اسمع عرب هو عرب. هو المستعرب. لا يوجد حاجه اسمها عرب جرهم عرفت كيف جرهم كلهم انتهوا خلاص مجد. اولاد اسماعيل قضوا كيف جرهم مجد. ابيدت من بكره ابيها ولكن العرب العاربه هم اولاد انا العرب اليوم اليوم اسكت شويه العرب العاربه هم اولاد قحطان والعرب المستعربه هم اولاد عدنان والعرب العاربة مع العرب المستعربه نكحوا اب ابابيب الشمال افريقيا والناس مثلكم صاروا يتعلمون العربيه على لغه اسيادهم فانتم اليوم عمليا مجرد عبيد للعرب تمام تمام صح؟ المهم صح؟ ما كان النقاش كان النقاش بين صح, صح, كان صح ولا لا؟ النقاش بين صح ]كان, لحظة. كان النقاش بين دكتور كان النقاش لحظه صح 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 ايوه كان نقاش لما بين, لما بين لما تتكلم عن كان النقاش أن دكتور تعلم لحظه لحظه يا سيف لحظه، إنك تتكلم انك انت تتكلم عن اسيادك وانعم بهم اسياد وليس اسياد النرويج والفرنسيين وال كان نقاش بين دكتور جزائري كان النقاش بين دكتور جزائري ودكتور اماراتي فقال له نحن الدكتور الجزائري قال للدكتور الاماراتي نسمع قال نسمع ما يهم من هو شخص ثاني انا هنا اتكلم عن الشريعه كلمني أنا عن انا الفاتحين بالسلامة. انا جدي عقبه بن نافع انا ابن كيف الفاتحين كيف أحنا العرب. احنا العرب آه. احنا العرب فتحنا حتى الاندلس احنا العرب انا لحظة. عربي سيح. عربي انا ولست عربي ليش أوه. ليش الطبيعه جاتني احوج ليش؟ ليش بقى. الطبيعه ليش بقى. الطبيعه جدي عقبه بن نافع عقبه بن نافع كان أنا. واحد مختصر انا جدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد مختصر انت راضي ليش الطبيعه جاءت ليش الطبيعه جاء تا ابن الطبيعه بسدك ابن الطبيعه ليش تكمل شو بيقول هذا شو بتقول انت سيفر الطبيعه ظالمه طبيعه ظالمه انا بتكلم عن الشريعه أنت عن الشريعه انت انت ابن الطبيعه كلمني انا مش ابن الطبيعه انا ابن ابويا مثل البرميل ليش طبيعة ليش الطبيعه ليش عندك مشكله بالاجتماع يا استاذ عندك مشكله بالاجتماع انا مش ابن الطبيعه مشاكل المجتمع هذه انا اسكت يا سيف لما اتكلم لما انا أقول انا عربي ابن الفاتحين انا من فتحت انا من فتح لحظة انت لم تفتح انت مجرد مفتوح يعني انت وبلدك مجرد مفتوحين اصبحتم عبيد للعرب وانا أجدادي العرب اجوا ونكحوا اجدادك في الجزائر مش مخفش فخور انا انا بلعن اجدادي تعرف ليش لانه بشوفهم ناس قذرين بس انت بتمدح اجدادك لانك بتشوفهم ناس مختصبين او مختصبات يعني عرفت كيف <applause> انا وانت اولاد عمومه بس انا من اولاد الساده انت من اولاد السبايا في فرق كبير جدا بيناتنا عرفت كيف <applause> حاول تفهم هاي النقطة طيب والمرة الثانية لما تريد تطلع حاول تترك همجية العبيد همجية المساجد والصحابة عشان أقدر أخذ وأعطي معاد في الكلام طيب مين معانا من المسلمين بدهم يتكلموا مم. مين معانا المسلم يكتب رقم سبعة مم. صمتي حكاية أحب أنا مثل هذه الأسماء ما في صمت حكاية هنا عندي آه طبعا ضروري جدا الذي يكتب رقم سبعة يكون طالب جيست إذا أنت مش طالب جيست لا صمتك ولا حكايتك راح ينفعك صراحة <applause> لا أنا مش ملحد الحمد لله أنا مسلم وأعوذ بالله من الإلحاد العظيم المسلم يكتب لي رقم سبعة غير المسلم انتظر دوره يا أبو عمو كيف حالك؟ أفضل منكم بمراحل أكثر مننا بمراحل؟ طبعاً ما مشكلة أنت من وين يا نوباتية؟ أنا نوبي أنا سوداني هلا وسهلا أنا بأولاد العموم السود هلا حبيبي هلا قل لي يا نوبات. أنا ولو من أ... أنت أنت مسلم لا. ولا آه، أنت ما في سوداني ما مسلم كل السودانيين آه، مسلمين سوداني مسيحي في يوجد كثير لا السودان المسيحي انفصل الحمد لله بحمد لله ل... 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 المسيحي انفصل الحمد لله الحمد لله عقبالكم إنت كل المسلمين سنة محترمين مثلهم قل لي يا يا, يا نحن اساسا محترمين نحن اساسا محترمين لحظه لحظه سني ولا شيعي؟ كل السودانيين سنه آه. سلفي ولا صوفي؟ آه. كل 75 في... ما 80% أنت, أنت, انت انا سني سني ولا صوفي؟ سلفي ولا سني سلفي سلفي ولا صوفي؟ سنة. سلفي ولا صوفي؟ حلو طيب عن شو بتحب نتكلم م... يا يعني نوبافيا؟ نعم عن شو بتحب نتكلم؟ قبل ما تتكلم انا دار اقول حاجه بس قبل ما انت حاجة. تتكلم قول اول حاجه حدد لي الموضوع لانه انا مش فاتحتك يا لل... لا لا معلش <applause> انا دار اقول حاجه لا واحده بس قول لي لحظه لحظه اتركك من هذا الاسلوب قل لي الموضوع الذي تريد ان تتكلم فيه ما معلش انا عاد اقول حاجه واحده وبعدين نحكي في موضوعنا لا. لا تقول حاجه واحده في مساجدكم وفي يعني هذه الاماكن اما هنا عندي كمان فقط في الشريعه قل لي انت في اي موضوع في الشريعه تحب تتكلم اليوم؟ انا في شريعه في شريعه في شريعه النفاق التي تبديها انت لانك انت بتقول انا مسلم وملح انا مسلم انا مسلم انت حقه نعم ما تسمي اسمك محمد صالح ليش؟ بس اسمعني, أسمعني حقه تسمي نفسك المسيح الدجال انت انت ما مسلم ليش؟ والله العظيم يا محمد صالح انا الم فيك اقيم فيك الحد اقسم بالله العظيم كيف تقيم فيها الحد؟ شو هو حد يعني؟ اقسم بالله واقسم بالله انا الم فيك اقيم فيك الحد كيف تقيم فيها الحد؟ يعني كيف شو تحمل؟ عارف انت عارف انسان لما يستهدف بدين حسن انسان اسمعني انت تستهدف الاسلام وتتدخل في يعني الاسلام ولا ولا راح أخذني. كيف هو اقسم بالله بدك قيمه فيا و... والله اشرب من دمك تشرب من دمي اي أيوة والله ليه؟ وشوف صورتي كمان شوف صورتي مم. شوف صورتي طيب افتح الكاميرا وينك؟ اه فاتح لحظة افتح الكاميرا لا مش فاتح شوفني آه. شوفني شوفني شكلي شوفني شكل آه، شوفني, شكل. شوفني. شوف شكل ارهابي كيف واقسم بالله اي حاجه ولا السنة انت تستهزأ انت تطلع تتكلم وانا اقول لك بالله انت انت نهايتك تخوف الاطفال والله يخوفك انت واقسم بالله اه اسمعني اسمع واقسم بالله انت اللي بتستهزا بالدين وتستهزا بالصحابه وتستهزا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتستهزا بعائشه رضي الله عنها واقسم بالله انت واقسم بالله اللي بتعمل فوضى ما قدروا انت ما فهمت عليه شو بتقول انت كل... كلامي عربي واضح شو بتقول؟ كلامي واضح انا انت تستهدف بالدين بتا... تتمثل بالدين بتاعنا لا انت مالك ومالنا يا اخي خلينا في حالنا يا اخي مالك ومالنا انت هل انتوا الان جالسين في السودان عشان انا موجود هونيك انتوا بتقتلوا في بعض؟ جماعة ما في السودان وجماعة جالسين بيقتلوا في, في بعض بيقتل <applause> لو يغتصبوا نسوانكم هل هذا مين هو؟ محمد صالح مين هو؟ مين هو؟ عمتي وبرهان يا ما تقلب الياسه نحن ان فض... احنا آه. هنخطبك انت ان شاء الله اتفضل نخطبك انت كيف تخطبك يعني روح روح اسمعني روح اول شيء والله يطل... اسمعني قفر اسمعني لو كان في قفر الاسلام المدد أسمعني. انت انت أسمعني. اسمعني اسمعني دا... اسمعني دا والله... والله... و... اسمعني والله والله اسمعني الماده الاسلامي جاي والاسلام جاي وحيعود ماده اسلامي ايش يعني والشرع حيحكم في الارض بيحكمكم اللي بيصحى من النوم اول واحد هو اللي بيحكم ما كمان يحكمنا ما تحكمنا انت يا يا ملحد ذل يحكمكم واحد مثل حماتي يحكمنا يا مسلم لكن انت ما تحكمنا وانت تجارتك بايره حمدتي اسمعني مسلم؟ لحظه اسمعني ما تغير ما تغير الكلام جاوبني ما تغير الكلام جاوبني جاوبني اسمعني 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 يا المسيح الدجال اسمعني اسمعني اقسم بالله الدين ده حيقوم على ت... على على جثثكم انتم كلكم ال 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 بيسيئوا للاسلام وتسيب الرسول وانتم بعدين يساعدكم ما كل الديانات بيسيئوا للمسلمين بس ايش اسوي انتم اللي فقط بتختصبوا بعض قوات التدخل السريع قوات التدخل السريع تبع حمد في ممن اصبر لنا اصبر مو انا والله يا اسمعني 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 اسمعني, أسمعني. ما تتمسخر انت لاقي الناس تحشر الناس في ركن وتجلهم وعلى الناس ما فاهمين كيف اللي بيصير في السودان انت الان في السودان يا لحظه لحظه حاول تسكت اه انت لحظه 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 نشوف تجاره باي والله تجارتك باي اللي بيختصر نسوانكم في السودان اللي يختصر نسوانكم في السودان اولياء اموركم المسلمين والله انت انت فرخه ما تغتصب اقسم بالله أنت صحيح طيب صحيح أنا أنا مش مختص أنتم جماعة الإسلاميين جماعة الإسلاميين هم اللي هم اللي بيختصبوا نسوانكم افتح الكاميرا يا نباتي افتح افتح الكاميرا لا تخاف عاد وينك أخاف من أنا, انا 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 قلت افتح الكاميرا انت ما طلبت مني طيب طيب افتح الكاميرا انت ما تعرفني افتح الكاميرا اسمعني انا فتحت الكاميرا وتكلمت معك يا يا عجل افتح الكاميرا بالكلام يا عجل حسن. يا عجل يا اسمعني يا عجل أنا فتحت الكاميرا برضانا فهمت؟ جالس تارق قوات بلده اللي بيغتصبوا نسوان وبدوا يقيم الحدث أنا محمد 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 أنا أسمعني أنا فتحت أسمعني أنا فتحت الكاميرا بي بي من عندي أنا ما قلت لي افتح أنت إيه إيه خلاص الآن جاوبني يا قوات شو اسمك قوات نباتية جاوبني هل محمد صالح اقتصد بإخوانكم ولا المسلمين عندكم وين رحت فتحت أنا لحالي لحظة برجع لك أشتت و... عليه مكالمة وينك انت وين ترى وين راح <applause> السلام عليكم وعليك, وعليك السلام الله تعالى وعليك الله اهلا وسهلا الله ان عدتم عدنا اهلا وسهلا كيفك؟ كيف 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 كله تمام؟ كله تمام، كيفك انت؟ لا كيف باس كل شيء مزيان؟ كل شيء مزيان والله الحمد لله يا محمد، الحمد لله اتمنى من منك اهلا وسهلا والله الحمد لله اتمنى منك يا محمد ان شاء الله باذن الله والله اريد منك أنا أكون سائقك أن أجرك حتى ندخل في بستانك كن مسلما لماذا لا تريد أن تكون مسلما؟ أنا مسلم. دع لماذا تسب الناس وتسب الرسول ما وتسب الله وتفعل؟ ماذا سببت ما, ما بسب حبيبي أبدا والله أتمنى منك لماذا؟ لأن كثير من الناس السب هو القرآن واللي كان يسب النبي محمد واصحابه، انا بحياتي ما سبيت هذا لا 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 اتقل لا اتقي الله الله في نفسك اذا أرسلها. انت اذا انت مسلم نحن لا نريد منك جزاء ولا شكورا، انا بثقتي 100% اتمنى من الاخ السوداني مسكين له الغيره عن الدين ولكن ليس هذا هو الادب ان يسبوك، نحن نتمنى منك ان ترجع الى رشدك ما كيف؟ هو الرشد عندك؟ ارجع الى اغتصاب الاطفال مثلا؟ لا ما في اغتصاب ما في اغتصاب نحن لا نغتصب نحن نغتصبون اطفال نحن ناس مسالمين قتل الناس مثل ما كان يقول صاحبك السوداني يا شيخ انا اتمنى له حتى هو يعود مم. الى هو مسلم ولكن جاءت له الغيره على الاسلام لان انت السبب ليس هذا هو الصواب يا 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 شيخ عبد المجيد جاءت الغيره يبدو ياخذ ياخذ القصاص مني وتارك القوات السودانيه تغتصب نساء السودانيات لا ليس هكذا لا ليس هكذا قوات التدخل السريع بيغتصبوا السودانيات هذه حقيقه مو كلامي يعني. نعم انا في, في في تقارير وفي نساء كثر تعرضنا للاغتصاب على يد هذه القوات القذره اللي يريد يعمل فيها رجل ما يجي يتكلم مع محمد صالح يروح يدافع عن المسلمات في السودان حتى ما يغتصبنا من قبل هذه الجماعة المجرمة أنا معك ولكن هذه القوات ليست بمسلمين ليسوا بمسلمين مسلمة حمدتي معاه السلفيين بين قوسين بأسماء مسلمين ولكن لا حمدتي من مسلم رجل مسلم قوات مسلمة معاه السلفيين أيدوه وباركوا له شرعيته وكل حاجة أنا أقول مثل أنت تريد تقول أنا مسلم وتسب الرسول وتسب الأخ. و... أنا أنا بحياتي بحياتي ما اغتصبت حدا. في فرق بيني وبين حماتي. هما بأسماء مسلمين وليس لكن ليسوا بمسلمين، المسلم لا يغتصب الأولاد، المسلم يعني لا يغتصب يعني النساء، يعني المسلم يعني. لا يعتدي على المسلم. يزيد في المدينة في وقعة الحرة. يا اخي انت هل تتكلم عن الناس او عن الاسلام؟ عن الناس والاسلام لا يعني مش صحيح مثلك انت، انت تقول انا مسلم وتسب الرسول، تقول انا, أنا اشهد ليش ليش بت... بت... بتقولني ما لم اقول، انا لا اسب الرسول عندما تقول لي رس... نبيكم مغتصب الاطفال، اليس مغتصب هذا سب؟ الاطفال هذا وصف انا ما اليس هذا اليس هذا سب؟ لا ليس سبا هذا وصف لحاله شو اسوي له؟ يعني لا هذا سب واحد راح ضاجع طفلة عمرها تسع سنوات شو تريد أسميه هذا ما ملوش اسم ثاني غير اقتصاب يا شيخ هي ما في ما في مضاجعة هذا كله كله كذب يعني تريد أن تزور حقائق هذا موجود في البخاري وفي مسلم وعند أصحاب السنن هذا الحديث مش أنا اللي تزوج جبت الله ورسوله هذا الكلام أنا منين أعرف هذا الكلام عرفته من كتب الحديث من كتب الصحاح هذه حقيقة ولكن ليس بإغتصاب يا أخي هذه أنت لا... عمره تسعة سنوات تروح تضاجع هذا ملوش اسم غير إنه أرث وأرث مع مئة وخمسة وأربعين سنة في ذلك الوقت لا تاتي انت ذلك الوقت بتلك البنت وتريد انت الان تريد لماذا أنت... اليس هو اليس هو النبي الصالح لكل زمان ومكان؟ صالح لكل زمان ومكان، اما العاده الناس في ذلك الوقت النساء حتى اليهود كانوا يتز... لماذا لا تريد ان تقول اليهود تزوجوا بنات بعشر سنوات مثلا قلنا هذا الكلام امبارحه يا شيخ على فكره يقولوا يروحوا يتكلموا في اليهوديه المسيحيين يروحوا يتكلموا في المسيحية المسلمين يتكلموا في الإسلام أنا رجل مسلم أتكلم في الشريعة الإسلامية إيش دخلني به أخرى محمد أنا أولا والله أول العظيم أحسدك على هذا الإسم محمد لماذا لأن أحب رسولي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسدك على هذا الاسم لأنك تنطق بكلمات ليس إسلامية عادي جدا دلوقتي. أنت ممكن تغير اسمك وتسمي نفسك محمد إذا حبيت طبعا والله احب هذا الاسم ولكن أه احسدك عليه. محمد عادي. احسدك عليه ولكن اتمنى منك والله العظيم ادعو لك ان يتعود الى رشدك. انا 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 رجل أه رشيد ما احتاج يعني الى يعني انت رجل كبير بحاجه ان تعود الى رشدكم. في حاجه لماذا لا تعدم الشيطان في في الدقيقه التسعين وتقلب يعني الموازين وكل ماذا تقول العكس تدافع عن الاسلام. لماذا لا تفعل هذه الأشياء؟ لأنه ما أريد أكون إنسان عديم الأخلاق أعطيني أنت يعني أوكي واخرج أنت إذا أنت تدافع عن العلمانية أو النصارى أو الأذناب على ما تدافع عنه أنا ما بدافع عطيني. عن هذا أنا بدافع عن الإنسان أدافع عن الطفلة أدافع عن المرأة أنها تكون مساوية للرجل أدافع عن الطفل أنه ما حدا يضرب عشان يصلي أدافع عن الطفلة حتى لا تختصر باسم الإسلام وباسم الزواج أدافع عن الإنسان حتى لا يضرب ويقتل لأنه لا, مش مقادر يقتنع بالدين أدافع عن الإنسانية أنا ما بدافع عن عن فكرة وجماعة ونصارى ويهود وما هذا الكلام اللي أنتوا عندكم مشكلة فيه أنا بدافع عن الإنسان هذا الإنسان هو أعظم حاجة في الوجود اعظم من كل الاديان، اعظم من كل الكتب، اعظم من كل المقدسات. الانسان اولا واخرا. كل هذا كذب وافتراء، يعني تريد ان تقول ان الاسلام فيه اغتصاب وفيه الاعتداء. آه آه. والله كذب. قل لي كيف؟ النبي أه محمد كان لما يروح يقاتل قوم يقتل رجالهم و... ويسبي نساءهم شو يعني يسبي نساءهم يعني يأخذ هؤلاء النساء غنيمة يوزعه على أصحابه لكي ينكحوهم لماذا لا تريد أن تقول وتصحح أغلاطك وتقول هذه العادة كانت قبل الإسلام وعندما جاء الإسلام جاء محمد خليني محمد لماذا لا تريد أن تصلح الكلمات وتحطها في مكانها هذه العاده كانت قبل الاسلام، كانوا قريش كانوا المشركين كانوا يفعلون هذه الامه وعندما جاء الاسلام لا يريد ان يقطع هذه الصله وانما بالتحديد شوف 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 حكمه الاسلام، حكمه محمد صلى الله عليه وسلم عندما يق... هو لا يقتل النساء الا يقاتل الا الانسان الذي يعتدي عليه وعندما ياخذ تلك النساء عندما ياخذ تلك النساء يسلمون يسلمون عندما لا يسلمنا عندما يسلنا يتزوجنا بالحلال يتزوجنا بالحلال, يتزوجنا بالحلال يتزوجنا كل صحيح واحد ملك اليمين لحظه ملك اليمين ليس زواج ملك اليمين هي الجاريه التي انت تكون اما اشتريتها من سوق النخاسه او انك يعني كان في سهمك من السبي من الغنائم وهذه الجاريه بعد ان تقضي منها حاجتك يحق لك انك تذهب وتستبرئ رحمها ثم بعد ذلك تبيعها ثم بعد ذلك يشتريها واحد ثاني وينكحها يمارس معها الجماع وبعد وهي اختصاب في الحقيقة ثم بعد ذلك يستبرئ رحمها ويبيعها مرة ثانية ويجي واحد ثالث وهكذا كل شهر شهرين واحد جديد يختصب هذه الامرأة كل هذا بشرع محمد وأصحابه وبشرع التابعين وتابعي التابعين وبشرح الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية إلى ستينيات أو خمسينيات القرن الماضي لما إجت الأمم المتحدة منعت المسلمين من ممارسة هذا الاغتصاب وهذا الاستعباد كان أمامكم 1400 سنة لكي تخرجوا للناس يا سيد عبد المجيد وتقولوا لهم أن شريعتنا أراد أنه ينهي على الرق بالتدريج ولكن 1400 سنة ما استطعتم أن تحرموا وتجرموا الاسترقاق والاستعباد إلى أن إجت الأمم المتحدة وأجبرت الدول الإسلامية وحكام المسلمين لكي يمنعوا هذا الحق هذا الأمر. ليش؟ آه كتب الفقه عندكم كتب الفقه من المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة وغيرهم والظاهرية وغيرهم والشيعة وغيرهم كلهم مجمعون على استرقاق الجارية سواء كان عن طريق الحرب أو عن طريق الشراء وكلهم مجمعون على أنه يجوز وضع هذه الجارية إن كان الإنسان يملكها لوحده ويجوز له بعد ذلك بعد استبراء الرحم أن يبيعها هذا الكلام مع الأسف الشديد ليش؟ لأن النبي محمد كان يفعل ذلك أصحابه كانوا يفعلون ذلك أولاد الصحابة كانوا يفعلون ذلك إلى القرن الماضي كانوا يفعلون ذلك إلى أن منعت الأمم المتحدة. لا هذا كذب يا محمد هذا كذب افتراء والله. <تصفيق> <تصفيق> ليش ليش؟ لانه انا بعطيك بعطيك يعني غزوه الاوطاس، غزوه النبي محمد واحد من امهات المؤمنين يعني هي صفيه بنت حيي عرفت كيف؟ هذا النبي محمد قتل ابوها اخوها زوجها واغتصبها عرفت كيف؟ سبايا بني قريضه سبايا اوطاس ال يا أخي ابن كثير ذكر لك ذلك ذكر لك ذلك كانوا يأتون بعشرات الآلاف من السبايا من المغرب إلى حاضرة الخلافة في الشام ليس كلامي هذا صحية. أعطي أعطيني القصة بأكملها لا تدلس على الناس أعطي القصة الكاملة لصفية صفية صفية قتل زوجها وأخوها وأبوها والنبي ما كان في في سهم واحد ثاني النبي اعطى جواري او السبايا اخريات لهذا الصحابي حتى يستفرد بصفيه ليس هكذا هي حلمت حلمت بمحمد ان تتزوج بنبي من اكاذيب المسلمين كيف؟ من اكاذيب المسلمين يعني انت تقول الصدق والعلماء المسلمين يكذبون آه. هذا يعني انت صادق في كل ما تقول وعلماؤنا آه. كلهم كذابون اه الحقيقه المره يا يا شيخ عبد المجيد انت انت محمد. فكر فيها انت فكر فيها هل ترضاها لامك او لاخواتك ان يستحيل محمد. محمد انا اطلب منك اذا انت لست بمسلم انا ما عندي مشكل ولكن كن عادلا اذا انت تدافع عن العداله وتدافع عن الص... عن النصارى وامريكا كن عادلا. أنا انا ادافع فيه. عن حدا، انا ادافع عن حق الانسان انه لا يختصر. ما هو الصعوبه في انكم تفهموا هذا الكلام. لا كن عادلا واتيني بقصه لن انت تاتيني بالمشاكل الناس باسماء مسلمين جاوب. عندهم مشاكل جاوب. الدوله ليست جاوب. بإسلامية. هل حل... هل صفيه قتل ابوها او لا؟ طبعا قتل ابوها وعائلتها هؤلاء و... اتيني بالقصه باكملها قبل اتيني بقصتها قبل عندما زوجها من اليهودي سبيت سبيت صفيه ولا لا هي قبلت بالرسول صلى الله عليه وسلم ان تتزوج سبيت ولا لا ولكن هي قبلت جاوبني جاوبني سبيت ولا لا لان سبيت نعم في الحرب عند لان خانوا العهد اليهود ولكن تلك البنت رضي الله عنها سبيت الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منها هل ان تسلم قال استسلمت واسلمت وطلبت من يد رسول الله صلى الله عليه على اي اساس تريدون انه حدا يصدقكم؟ ها انه الان انت لو بنتك يعني حفظها الله وحفظك انت كذلك والعائله جميعا. ها لو ان ان اخوها قتلت وابوها قتلت وزوجها قتلت ها هل هناك واحد احتمال بالمليار انها تروح تصير على دين من قتل زوجها واخوها وابوها؟ لا ائتيني ب... ما لا تقول كذب على صفحتي حبيبي حبيبي. حبيبي لا تدلس ارجوك ائتيني بالقصه باكملها من بدايه ببساطه شديده فيها صدق وكذب انتم تريدون تقنعون الناس بانه وحده قتل ابوها، قتل زوجها، قتل عمها، عرفت كيف؟ ثم قتل عفوا قتل اخوها، ثم بعد ذلك سبيت وكانت من بين السبايا، أه؟ ثم عرضت على الرسول واسلمت، هذا كذب، لا يدخل العقل هذا الكلام. لماذا انت يعني تقول لي احنا في اكاذيب وانت تريد ان تعطي لنفسك بانها عندك الحقيقه، انت ما عندك الحقيقه انا انا اعطيك مجال انت اعطيك انت، انت لو شخص قتل اخوه، وقتل أبوك وقتل ابنك هل هل راح تروح تكون على دينه؟ لا يمكن لا يمكن. يعني. تيني أتيني شخص حبيب. واحد شخص واحد على وجه الأرض ها موجود الآن قتل مرحباً. أخوها وزوجها وأبوها ثم دخلت في دين من قتل هؤلاء الناس محمد. والسباع شخص محمد. نتمنى منك أنت إنسان الآن رجل كبير مثلي حتى أنا أنا في الخمسين تقريبا يعني ماذا تريد أن تستفيد من هذا الكل شيء أتمنى منك إذا عندك مشاكل مع الناس أنا معك أنا أطلب منك والله العظيم أقلب الموازين إذا أنت مسلم لا تضحك على, لا تضحك على الناس أيوة لا الله. ما أضحك على الناس أوه. أنتم دينكم جعل, جعل الناس يضحكون منكم شريعتكم هذه جعلتكم مضحكة بين الناس لا ليس هكذا الكل حتى هؤلاء الناس الذين يتابعوننا فيهم ناس مش مسلمين والله العظيم انا عندي اصدقاء سوريين وعراقيين مسيحيين والله العظيم الامانه الذين عاشوه في سوريا وفي العراق حتى الاحترام للمسلم لماذا؟ للادبيات المسلمة بسبب المسلمين المسيحيين يكادوا ينقرضوا من العراق؟ هل تعرف إنه ابناء دينك ابناء دينك من المسلمين فرضوا الجزيه على المسيحيين في العراق ولكن هي ليس بشريعه اسلاميه الرجل انت هذا هو انت تخلط الاشياء تاخذ المسلم باسم المسلم المسلم وتريد ان تطبق عليه الشريعه الاسلاميه أن هذا هو آه المسلم المسلم اعطيك الايه اعطيك هذا المسلم منين جاب هذا الحكم؟ لان القران يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون لماذا تضحك على الناس ما معنى قاتلوا يعني روح قاتل أي قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم هذا كلام من كثير هذا كلام الطبري مش كلامي أنا ها ولا يدينون دين الحق من من الذين اوتوا الكتاب إيه إيه الى ان حتى تعصموا دماءهم لابد ان يدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وهم حقراء أذلة القاتل فسر اهل الاسلام هذه لا مو محمد قاتل هي دافع ندافع يعني الانسان يقاتل يعني يدافع عن حقه بالله عليك انت انت انت, يعني مصدق حالك بهذا الكلام؟ بحياتك طيب. يعني شفت واحد على وجه الارض يقول قاتل يعني دافع؟ اسال اسال اي عربي هنا يتكلم اللغه العربيه الفصحى ما معنى قاتل؟ القاتل ليس اقتل اقتل وحده وقاتل وحده اسمع يعني اسمع كي اسمع الايه طيب. اسمع الايه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أتعرف هذه القتل فقتلوا،, فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم شو بتعمل لماذا وقعت وقعت كما يقول الإمام الطبري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد يعني إتمام الشريعة جعل هناك كان هناك ثلاثة أصناف من الناس، ناس كانوا على عهد مع رسول الله، وناس كانوا على عهد معه ونقضوا العهد، وناس كانوا يعني لا لحظة ليس معه عهد، لحظة 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 ليس معهم عهد مع رسول الله. بعد نزول هذه الايه جعلهم كلهم في نفس الخانه ان ان يقضي على ان ان يؤدي الى الذين يعني كان على عهد منهم ان ان يمهلهم اربعه اشهر والذين لا عهد لهم لا يحتاج ان يعمل معهم شيء والذين نقضوا عهدهم هم هؤلاء اصلا معنين بالقتال كل هؤلاء الناس كما يقول الامام الطبري كلهم جعلهم في خانه واحده وامر الرسول بقتالهم الذي له عهد والذي ليس له عهد والذي نقض العهد ثلاثتهم هو الذين خانوا العهد خانوا العهد استمعت إلى ما كنت أقول استمعت لك قلت في الذين خانوا العهد والذين لا يخانون العهد وأخرى كلهم والذين لا عهد لهم أي ليس بينهم وبين المسلمين لا عهد ولا صلح ولا حرب ولا شيء كل هؤلاء الناس كل هؤلاء الناس أمر القرآن بقتالهم وإخراجه من البيت الحرام وأمر بقتال كل مشرك يعني بعد هذه الآية وهذا تصديقا لقوله لقول النبي محمد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام كما كما شرحه الـ الـ ابن حجر في البخاري قال ان هذا دليل على ان ان الناس الذين لا يعني ان المشركين كلهم يقاتل المشركين خانوا العاد يا محمد انت تدلس لنا اتينا بتفسير طبعا طبعا يا محمد انا كيف والله العظيم انت قرات كتب الشيعة يعني في جمل هل, هل ابن ابن حجر من الشيعة؟ لا هل هل النووي من الشيعة؟ لا. هل ابن تيمية من الشيعة؟ هذا كلام لا. ابن تيمية في في مجموعه الفتاوى يقول اذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. يعني هل انت من الشيعة؟ هل ابن كثير من الشيعة؟ يعني انت تريد ان تقول لنا بان ديننا يعني ليس عادلا أنا ما بعرف أي كلمة الدين شو معناها لأنه كل واحد يفسر طيب ولكن أستطيع أن أقول لك أستطيع أقول لك الشريعة الإسلامية التي يمثلها الأزهر والتي يمثلها العلماء المسلمين في السعودية أو في موريتانيا أو في أفغانستان هذه الشريعة شريعة إجرامية تأمر بقتل الناس وتأمر باستئصالهم هذه الحقيقة المرة لا ولكن جرب أدخل أيضا يعني أنا انا اتفهم كلماتك تريد أن ت... يعني تريد ان تقول هذه الدول الشريعه التي يحكمون بها الدول العربيه انا اتفق معك في شباب انا تكلمت عن العلماء اي في الجامعات الاسلاميه في كليات الشريعه في الازهر هذا الذي يدرس للناس على انها الشريعه الاسلاميه. هذه الشريعه اللي انا تكلمت عنها اللي موجود عند البخاري، اللي موجود عند مسلم، اللي موجود عند ابن تيميه، اللي موجود عند الشوافع، الشافعيه، الاحناف، الحنابله، المالكيه كلهم متفقين على ما اقول. الا الفئه الواحده قل اكمل كلامك الا فئه واحده؟ من هي سنتي وسنة خلفاء المهديين من بعدي يعني انا اتفق معك تريد انا اتفق معك في هذه الكلمه ربما انت لا تفهم قصدي لا ربما لا تفهم قصدي أنت ما فهمت الفكره يا شيخ هل ولكن انا اعلم ان سيره المهديين هو هذا بالضبط الذي فعلوا قاتلوا الناس حتى وصلوا الى شمال افريقيا قاتلوا الناس محي. حتى وصلوا الى افغانستان الحمد لله الآن ما في قتال. لا ليس ون... الحمد لله. ليس الحمد لله. ونتمنى... هذا جرم لا لا يحمد الله على الجرم نتمنى. ما اقتصبوا النساء؟ ما يا أخي ما والإسلام معروف. أسمى واقتصاب بقية روما يا محمد بقية روما بإذن الله ستفتح بالسلام يفتحونها المسلمون بالسلام. نحن ق... لما يدخلون في كلاسيكو. في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قسطنطينية وهي إسطنبول هي دولة هي مدينة إسلامية الآن وبقية روما قالك حتى روما وبإذن الله إن شاء الله ولكن بالسلام والسلم والمحبة لهذا جئت أطلب منك يا محمد أن تغير الموازين وأعدم شيطانك فكر فكر جيدا كانك ادخل في بستانك واعمل ورش الورود يعني انت تعرف الاسلام ولكن لا تضحك على الناس. اتمنى لك الهدايه والله العظيم. انا شابت لحيتي في 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 هذه الشريعه عرفت كيف؟ انا باب انا كنت اعطي دروس في مثل هذه الامور عرفت كيف؟ الكلام اللي, اللي بقول لك عليه هو بالضبط اللي موجود عند علماء السنه عرفت كيف؟ انتم كمسلمين عليكم ان تتركوا هذا الكلام ولا تخدعوا انفسكم بان عندكم شريعه جميله الصحابه كانوا ببساطه شديده يمارسون الاجرام القتل التصفيه على الناس هذا الذي فعله ابو بكر الصديق هذا الذي فعله عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك صاروا يمارسون القتل والجرم على انفسهم مثل ما حصل بين علي وطلحه والزبير وعائشه وبين علي ومعاويه هذه الحقيقه ثم حتى اولادهم صاروا يمارسون الجرم مع ضد بعض مثل ما حصل بين يزيد وبين الحسين في وقعه كربلاء، ومثل ما حصل بين يزيد وبين مسلم بن عقبه في حصار مكه وضرب الكعبه بالمنجنيق هذا جيش الخلافه الاسلاميه، ومثل ما حصل بين مسلم بن عقبه و... واهل المدينه بن مطيع وغيره لما استحلوا المدينه وقتلوا اولاد الصحابه في المدينه هذه الشريعه اينما حلت حل الدمار فيها وحتى هذا الكلام مش في ذلك الوقت بعد, بعد ذلك في 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 زمن التابعين لما لما حصل في 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 القتال بين جيش الخلافه الاسلاميه بقياده يوسف بن حجاج اه الحجاج بن يوسف عفوا وبين عبد الرحمن بن الاشعث الذي كان معه قراء العراق الذين مثل سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي ليلى والبحتري ومجاهد و... والشعبي وغيرهم يعني من من التابعين، ثم بعد ذلك حصلت المجزره في في اولاد الرسول مره ثانيه واشياعه مع الدوله الامويه مثل ما حصل بين الزيد بن علي بن الحسين مع في في زمن هشام بن عبد الملك، ثم بعد ذلك حصلت المجزره الثانيه لما اجى العباسيين ابناء عم الرسول ويريدوا ان يحققوا العداله والشريعه عملوا مجزره في الامويين. هذا الكلام كله في أقل من 150 سنة ثم بعد ذلك حصلت المجزرة الثانية في المدينة وفي البصرة أيام محمد بن علي بن الحسين في زمن أبي جعفر المنصور وأخوه إبراهيم في البصرة وهذا كان معه الامام مالك، الامام مالك الذي كان يدعو الى الى نقض بيعه المنصور في المدينه ويقول حتى لما قالوا يا امام ولكن نحن في اعناقنا بيعه للمنصور، كيف نبايع محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن؟ فكان كان يقول لهم يعني يعني لا ليس لكم بيعه في انما كنتم مكرهين وليس للمكره بيعه، وكان يحرض على قتال المنصور. هذا الذي هذا الذي كان يحصل في الدولة الاسلامية، ثم بعد ذلك يعني لما 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 صارت الخلافة لابن المنصور قصاب القصاب المهدي ابن المنصور هذا المهدي محمد المهدي هذا هذا الذي كان يقتل بالشبهة بالشبهة عرفت كيف. ثم صارت الخلافة إلى الهادي، ثم بعد ذلك إلى هارون الرشيد، وهارون الرشيد قضى على العلويين، ثم بعد ذلك صارت الخلافة في إلى, إلى الأمين، ولا زال الأمين والمأمون يقتتل حتى قتل الأخ أخوه على الإسلام، ثم صارت الخلافة إلى الأمين، إلى المأمون عفوا، لما صار إلى المأمون أتى بفتنة خلق القرآن، وضرب المسلمين، ود هذا هو تاريخكم يا عمي، أنا ما جايب كلام من نفسي. عرفت كيف؟ لا زالت هذه الشريعة جايب لكم الدمار والقتل وال والذباء والذبح وال والاعتداءات حتى لما ابن هارون الرشيد المعتصم كان عمل جيش ميليشيا جيش الخلافة الإسلامية كانت عبارة عن ميليشيا بنى لهم مدينة كاملة لكي يخرجهم من بغداد بسبب أنهم كانوا يسرقون ويضربون ويعتدون على المسلمين هذا كله دولة الخلافة الإسلامية أنا ما بكلمك من نفسي هذا تستطيع أن ترجع له عند ابن كثير أنا أتمنى أنك تروح تقرأ السياسة يعني بداية والنهاية للإمام الحافظ المحدث المفسر ابن كثير الدمشقي أو تقرأه عند الإمام الذهبي في في التاريخ الكبير عنده في في التاريخ الاسلامي ووفيات المشاهير والاعلام او تقراه حتى عند الطبري او عند ابن انا لا انصح بقراءه الطبري او بقراءه ابن 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 الاثير لان فيه الكثير من المرويات الضعيفه وانا اصلا لا اؤمن بها عرفت كيف؟ ولكن هذول من من كبار الائمه الحفاظ اللي انا اكلمك عنه وتقراه عند عند الامام ابن ابن عماد الحنبلي ما بقول لك كلام نفسي هذا كلام ائمه الاسلام شو بتقول انت يا شيخ؟ ها هذا الذي جلبته لكم الشريعة ولكن هل الإسلام والناس أنت تعطي التاريخ؟ في الناس قتلوا وكذا وكذا ولكن ليس الإسلام هم أناس هم أناس أعطي الحقيقة يا محمد أنا أنا أعرف عندك تاريخ كويس ولكن أعطي التاريخ ولكن لا تدلس على الإسلام الإسلام جميل جدا أما الناس كانت في عداوة وكان في عائلات كله يريد ان يورث ابنه كله انا معك ولكن اعطي المكان لهؤلاء واحكي عن التاريخ وقل الاسلام انا بكلمك بكلمك من الجيل الاول من الرعيل الاول من العشره المباشرين بالجنه ما جبت لك من الناس في النهايه انا فقط صارت لك التاريخ ولكن هذا الكلام من الجيل الاول يا شيخ من العشره المباشرين بالجنه ظلوا يقتلون بعض على على تفسير هذا الدين ليش لان هذا الدين يجلب الدمار معه ليست ليست من بالجنه علي من العشره المبشرين بالجنه عاد معاويه من كتبه الوحي وخال خال المؤمنين وعائشه هي, هي 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 يعني زوجة الرسول وام المؤمنين هؤلاء كلهم تقاتلوا وهؤلاء كلهم قتل بينهم عشرات الالاف من المسلمين ومن الصحابه والتابعين هتتكلمني في ماذا هذا اذا كان في ذلك الزمن فكيف بهذا الزمن يعني أنت تريد أن تقول إسلام. أنا أقول مع لك الإسلام سيكون وسينتصر بإذن الله شئت أم أبيت متى أنتصر أما الناس؟ الناس؟ محمد أما الناس؟ انتصر أنا الإسلام أنا... آخر مرة كيف متى إنتصر الإسلام آخر مرة الإسلام دائما سينتصر الآن أنت... الإسلام كان منتصر أنت الأن كنت عايش في دولة إسلامية انظر انت الان في اي دوله تعيش كم من المساجد هناك آه، في 40 لان الكفار قوانين الكفار واخلاق الكفار افضل من اخلاق المسلمين وقوانين لا, المسلمين. لا لا ليس الكفار وانما اخلاقنا نحن نحن لا لا مش اخلاقكم انتم طبعا طبعا آه عن, قريب عن قريب عن قريب راح يعرف الغرب انتم شو بتقولوا وشو بتعملوا يطردوكم كلكم من من بلدانهم وهذا عكس صحيح برسحقون. لهذا جئنا إليهم تكفئوهم وتقتلوهم مثل ما فعل ذلك المعتو قبل اسبوعين قتل اثنين من السويديين من قال لك هذا مسلم؟ أنت تكذب على الناس، من قال لك هذا مسلم؟ شوف يا محمد لهذا جئت إليك قبل فوات الأوان جئت إليك قبل فوات الأوان هؤلاء يعرفون حقيقة الإسلام أنت لا وحتى لو دلست عليهم ما ما هذه خذها مني نصيحه هما يعرفون الكل احنا بين يعني 40 يعرفون ما يعرفونكم لما عرفوكم منعوا منكم النقاب وشويه شويه راح يمنعوا منكم الحجاب وشويه شويه راح يضعوا عليكم يشددوا صاروا يشددوا عليكم القوانين في المساجد تتذكر كيف كانت القوانين في المساجد قبل 11 سبتمبر تتذكر كيف كنتم تدا تنادون الى الجهاد وتنادون وتجمعون الاموال للجماعات الارهابيه في المساجد ثم بعد ذلك لما الغرب فتح عينه صار يعرفوا شو بتعملوا فصاروا يسجنون منكم بالعشرات من من المحرضين على العنف وعلى الارهاب. والان الناس اللي 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 باقين منكم بيحاولوا ان يقنعوا الاوروبيين بانه دينكم كيوت، ولكن الحقيقه يعني واضحه جدا لان الاوروبيين صاروا يقرؤون عن دينكم، عن شريعتكم، عن قرانكم، صاروا يشوفون اللي, اللي عندكم، ما صاروا يقتنعون بهذا الكلام اللي بتقوله الي. شوف ما عندك ما تقول؟ كل الحمد لله الاسلام ينتصر ينتصر، شوف الان البنات يشتغلون بالحجاب اي مكان. تعالى يقول من فضلك تعالى يشتغلون بالحجاب لو في لو بريطانيا لو عندك دوله اسلاميه لو عندك دوله اسلاميه تحكم بالشريعه الاسلاميه هل تقبل ان ان الكافره تشتغل بدون حجاب؟ طبعا هذا هو الاسلام لان انت انت تدلس اسال اسال المصريين لو مثلاً؟ عندك دوله تحكم بالشريعه ان الكافره تاتي عندك وتعمل بدون حجاب؟ اسال انت مثلا حتى لو لا يكون هناك اسلام حقيقي في سوريا، اسال المسيحيين كيف عاشوا مع اخوانهم المسلمين. عاشوا لان النظام كان علماني، ما كان يسمح بتدخل بتدارب... وم... بتدارب... كان إسلام حقيقي الحكم. والله العظيم هم يعرفون هذا. انا اذا عندي اصدقاء مسيحيين في يوم رمضان كانوا يستحيون كي يعملون الغذاء. في في النهار لماذا لاجل اخوانهم المسلمين وانت تاتيني الان وتجلس كذا وكذا ما بتفرق بانهم خايفين منكم وبين انهم يستحون ما في حدا بيستحي لذلك لذلك هذول المسيحيين اول ما بيطلعوا من البلدان العربيه ها شايف كيف اول ما بيطلعوا بيطلعوا بيفتحوا البثوث وكلهم حقد عليكم كلهم آه. سب عليكم تعرف ليش لان ببساطه شديده لما كانوا عايشين بيناتكم كانوا كنتم دايسين على راسه عشان هيك إيه لما لا انا اشوف مسيحي اشوفه مليان حقد وغل على المسلمين ليش من, من, كثره من كثره القهر ومن كثره الاحساس بالظلم اللي كانوا يشعرون به لما كانوا عايشين في العراق وفي وفي بلدان ثانيه لان ليس هناك دوله اسلاميه طبعا انا معك طبعا ولكن إذا هناك دولة إسلامية سيعيشون بسلام. لا بمحبة لا هم عن يد وهم صاغرون. ولكن لازم. إيه؟ لا. لا يجوز دوماً يركبوا الأحصنة، لا يجوز دوماً يمشوا في الطرقات، لا عليهم أن يتلب أن يلبسوا لباس معين و... ويحلقوا رؤوسهم بطريقة معينة، لا يحق لهم أن يتسموا بأسماء المسلمين هذا الذي قمة الذل والمهانة. لا 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 اسال العلماء كي يعطونك هذا ذكره ابن القيم في احكام اهل الذمه شو بتقول انت؟ لا 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 هم كلهم يعطون يقول لك هو حق المسيحي وحق اليهودي وكذا والله العظيم انت انت ما إيه. تعرف هذه الاحكام يا شيخ يعني انا انا اطلبك اطلب منك انك تروح تتفقه في دينك اول شيء، انت تدافع عن شغله مش موجوده هل فكرت أنا في يوم من الايام يا شيخ هل فكرت في يوم من الايام لو هذا الدين دين محترم لماذا لماذا يامر بقتل المرتد انا اقول لك في حكمه اذا انت في بلد وتؤذي المسلمين مثلك انت مثلا تؤذي المسلمين لماذا تؤذي المسلمين ماذا فعلوا لك المسلمين حتى تؤذي انا, لا أنا بحياتي ما اذيت صرصور صغير بالله يا محمد انا انسان انا والله. انسان لحظة, لحظه 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 اطلع شايف هذا؟ شو هذا؟ ايوه ايوه هذا كرسي متحرك انا انسان معاقب بحياتي ما اذيت شخص الله يشفيك ان شاء الله الله يشفيك. لا مش مريض مش مريض عشان يشافيني انا معاق مش مريض كيف؟ <applause> في فرق بين الاعاقه والمرض انا انسان معاق انا بحياتي ما شافيه ما ما اذيت حدا انتم ببساطه شديده تريدون مني ان تجعلون مني واحد شيطان واحد يقول اعور دجال واحد يجي يهددني بالقتل انا فقط اقول لكم اللي موجود في كتبكم اقول لكم اللي موجود في دينكم في قرانكم في احاديثكم في حياه صحابتكم في تاريخكم أنتم الان مش قادرين تتحملوا كلام من واحد مثلي تصوروا لو انا كنت عايش في بلدكم في شريعتكم ها كنتوا الان ذبحتوني 5000 مره لماذا آه. ليش؟ لأن, لان هذا الدين هذه الشريعه ما عندها حجه، لو كان عندها حجه وكان عندها انسانيه تتخلي الناس تترك تتخلي اللي بدوا هذا الدين يتكلم واللي ما بدوا ما ما وين المشكله؟ ولكن بتخاف لان دينكم ضعيف، شريعتكم ضعيفه. محمد لا بالعكس انا اتمنى منك كمسلم شوف الادب كمسلم اتمنى منك ألا تقول هذا الكلام. والله العظيم اتمنى منك أن لا تقول هذا الكلام ما لا اقول ما يعني تدل ستقول يعني كان الاسلام شو مليار و800 مليون مليار و800 مليون, مليون, مليون ولا لا يا شيخ إيه؟ قتل المرتد موجود في دينكم ولا لا؟ موجود اذا كانت هناك شريعه اسلاميه حقيقيه وهناك آه, آه اذا كانت في شريعه اسلاميه حقيقيه ارتد الشخص عن اللي يترك اللي يترك الدين، راح تقتلوه ولا إر... لا؟ ارتد إذا ارتد عن الإسلام آه. ويؤذي المسلمين في ذلك آه. المدينة في ذلك الم... في تلك المدينة ويؤذي ما يعني المسلمين, يؤذي المسلمين المسلمين يؤذي المسلمين هكذا كأنت الآن تؤذي المسلمين أنا لا. سم... أنا الآن فقط أتكلم يعني أنت راح تقتلني عشان أنا بتكلم؟ لا انت لا تقول الحقيقه تدلس على الناس وتؤذي المسلمين يعني انت انت, راح أنت... أنت... تقتلني عشان انا بدلس مثلا مثلا وفي ثلاث انواع للمرتد القتل المرتد في ثلاث ولكن شوف انا اعيش مع النصارى هم ثلاثه شو هي ثلاثه يعني يعني في الق... هو القاضي يعرف انا ما نقدر يعني نحن. القاضي يقول طبعا هنا انت مسلم شجرتك مسلمه عندما تتكلم عن الإسلام تذل الإسلام كلمة الإسلام النصارى عندما أقول أنا مسلم يستحي والله احتراما وإجلالا للإسلام وأنت مسلم أصلك مسلم وعندما أتكلم معك أنت الإسلام لو كنت تحترم الناس لو كنت تحترم الناس ما تقول عنهم نصارى تقول عنهم مسيحيين لا يوجد مسيحي يقبل أن يسمى بنصراني ما تقول عنهم نصارى مثل ما انت كمسلم لا يحق لاحد انه يسميك صلعومي او يسميك شغله لا ما بتحبها، كذلك ما يحق لك انك تسمي المسيحي بغير الاسم الذي هو يختاره لنفسه. يا محمد انت الان تخلط الامور بين المسيحي والنصراني وكذا، المسيحيين قليلين جدا الان في اوروبا، فيهم المسيحيين ولكن اكثرهم علمانيين يؤمنون بيعني العلمانيه. اما المسيحيين الأقحاح قليلين جدا ربما تجدوه في مصر او في سوريا او في العراق هو نفسه مسيحي انت مالك دخل طبعا نفسه مسيحي لا تقول عنه نصراني أنا, انا ما في دخل انا فقط في انا الان في مكان للدفاع انا لا اهاجم احد انا فقط انت تجاوبني يا شيخ انتم الان لو كان هذه الشريعه تبعكم قويه لماذا تامرون بقتل المرتد عشان الكلام ليش؟ هذا سؤال عظيم جدا ولكن انا لست قاضيا في الاسلام كي اعطيك التفاصيل يعني ها جيدا هناك مختصين لهذا الشيء ويعني يشرحون لك كيف يقتل المرتد وكيف يعامل تقتلوا؟, تقتلوا ليش؟ ليش ليش تقتله ليش هذه بين قوسين عشان رايه عشان كلامه ليش؟ ليس مش راي شع شوف انت محمد تسب وتسب محمد رسولنا تسب الله وتسب ماله وتسب النبي وابوه وامه وزوجته وبناته واولاده في النهايه كلام هذا ليش انا اقتل عشان كلام انا اقوله يا اخي هذه في اختلاف العلماء وانا لست قاضيا ولست مختصا في هذا الاختصاص كي اعطيك الراي انا الشخصي فهمت محمد انا لا اعطيك رايي الشخصي في هذا الكلام ولكن انا ادعوك للسلام احنا كمسلمين نحب السلم ونحب السلام والمحبه ادعوك لك لو كنت صادقين كنت اشتري كلامك ولكن انتم في اي مكان صارت لكم دوله صارت لكم قوه قتلت الناس استعبدتم الناس احتقرتم الناس تحولت البلد الى 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 خراب انت الان تدعو الى السلام لانك في بلجيكا لانك بين الكفار، لانك عايش على خيرات الكفار، مش لانك انت انسان دينك يدعو الى السلام، كان هذا الكلام تعرف متى كنت تصدقه لو كنت في افغانستان، لو كنت في ايران، لو كنت في ادلب، لو كنت في الصومال بين حركه شباب المجاهدين، لو كنت في الخلافه العثمانيه والخلافه العباسيه والامويه او في خلافه الراشدين أما أنت جالس بين الكفار تأكل وتشرب من خيرات الكفار تقول أنا أدعوك إلى السلام أنت عايش بسلام الكفار أنت أصلا عايش في أمان الكفار تدعوني إلى ماذا؟ أنا الرجل عايش في السويد ما أحتاج إلى سلامك أنا أصلا عايش في هنا هنا كثر خير هذول الناس الكفار اللي أعطونا هذه الحياة وخلونا نشعر بإنسانيتنا وبآدميتنا بينما أنتم لما كنا بيناتكم كنا عايشين معاكم وخلال 1400 سنة كنتم تحتقرون اي حاجه اي حاجه بل تحتقرون حتى المسلم الذي يعني اسلامه مش كثير قوي، هذه الحقيقه، السلام ايش اللي اليه؟ يا محمد دينك يا شيخ، دينك اصلا يقول ولا تدعو الى السلام وانتم الاعلون، انت دينك ما بيدعو الى السلام، لما بتكون انت قوي ما بيدعو الى السلام، يدعو الى الى قتل الاخر. انت الان تتكلم عن الناس وعن عن الدين، انت تخلط الامور. لا الدين ما فعل لك شيء انا فقط انت تخلط الامور تاخذ مشاكل الناس وتقول ها هم المسلمين ها هو الاسلام لا يا حبيبي ولا تدعو يا محمد لماذا تقول المسلمين عندما يعملون التجاره مع في ماليزيا واسيا انظر الاسلام كيف انتشر في اسيا ماليزيا دوله يعني ما اسلاميه ما لم ينتشر الاسلام هناك لو لو يعرفون الاسلام ها آه لصارت بلدانهم خراب ودمار وقتل مثل ما هو في بلدانكم مثل ما هو في وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي وفي مصر وفي الصومال وفي نيجيريا وفي باكستان وفي افغانستان وفي وفي مالي وفي غيرها وفي ليبيا ماليزيا مثلا أليست دوله اسلاميه ما بيعرفوا الاسلام ولا فاهمين اي حاجه عن الاسلام بالله عليك أيوة والله, والله, يطبقون ال... يطبقون الاحسان الاسلام في بلدانكم وتكونوا بلدان محترمه من المغرب يطبق... الى يطبقون الإح... الاسلام احسن من الدول العربيه ليش ما انتم تطبقوا الاسلام اصلا؟ ليه؟ هذول لا ما بيطبقوا الاسلام، الان انت يعني افغانستان التي تطبق الشريعه ما عجبتك وعجبتك ماليزيا اللي كثير من الناس اصلا فيها مثليين هل تعرف مش ماليزيا في ماليزيا؟ في لا. لا كل مكان لا في كل مكان ولكن هذا ليسوا بمسلمين يعني بأسماء مسلمين بأسماء مسلمين يا محمد ولكن إذا هو مثلي يعني المثلي يعني أنا أقول ها هو المسلم لا لا يا محمد أرجوك المثلي هو كافر؟ أنت إنسان عاقل المثلي كافر؟ إذا مات على ذلك وبقي على ذلك الشيء فهو يموت يروح إلى جهنم طبعاً المثلي مسلم اذا تاب اذا تاب لو لم يتب لو مات على مثليته لا يكفر بذلك الله لا لا, لا يا مش ما اقول لك حلال وحرام لا. انا انا <applause> اقول لك المثليه لحظه يا شيخ ما انت ما بتعرف والله يعني عندك عندك نقص كبير في في فهم العقيده المثليه ليس كفر كما ان الزنا ليس كفر كما ان القتل ليس كفر طبعا ولكن إذا مات على ذلك الشيء حتى لو مات على ذلك يعني يموت مسلم في شريعتك في شريعتك كما ذكر الإمام الذهبي والنووي وغيرهم قالوا أن هؤلاء من أهل الكبائر وأهل الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله يغفر له وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة سيحاسب آه يحاسب ولكن ليس كافر ما بتعرف يعني يعني انت ستحاسب على ما تقول الان آه. لا انا ما راح حدا يقدر يحاسبني يعني عندما تموت لا تحاسب غالبا لا لماذا ليش شو عامل عشان احاسب تدلس على الناس والله ما ادلس انا بقول لك عين الحقيقه والله ما دلست بكلمه واحده والله ما اتيت لك الا بما اعلم وما انا م... كنت مقتنع به في يوم من الايام وما كنت انا ادرسه في يوم من الايام وما وما قد سودت به يعني الاف الصفحات في كتب المسلمين والله ما اتيت لك الا بما يدرس في في في, في جامعات المسلمين لماذا لا تبحث لماذا لا تبحث لماذا لا تبحث احسن فاحسن عن الدين الاسلامي وستلقى الاسلام الصحيح يا عمي لا يوجد اسلام صحيح واسلام كذب، انا اقول لك هذه الشريعه اللي انتم بقيتوا فيها 1400 سنه هذا كله مدون، كله موجود عند ايدينا. قرات من هذا حتى ذهب بصري، عرفت كيف؟ ذهبت قرات في هذا ودرست هذا حتى شابت لحيتي. تعتقد انه انا الان جالس اقول لك كلام من من عشان قرات كلمتين في الانترنت؟ انا افنيت عمري في هذا المجال، افنيت عمري في هذا الموضوع. وكيف اصبحت الان عندما افنيت عمرك في هذا؟ ايوه لأنه, لانه في لحظه من لحظات حياتي في حاجه هناك اشتغل، لما اشتغل بدات انظر انا الان وين رايح؟ انا انسانيتي في 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 مكان وهذه الشريعه في مكان ثاني، قررت اني اترك الشريعه وامسك بانسانيتي. لانه هذا لا تجتمع مع ذاك. ولكن انا اراك اخذت تلك الانسانيه انه سراب كدخان. سيذهب تلك ستذهب تلك الانسانيه وستندم على ما فعلت. لا ما راح اندم. انا مئة في 100% لدي ثقه ستندم على ما فعلت. على اي اساس؟ على اي اساس؟ على اي اساس ستندم؟ على اي اساس علي اي اساس علي اي اساس لديك ثقة اني ساندم؟ انا اليوم نادم على كل كلمه علمتها لواحد على هذه الشريعه. نادم على كل لحظه انا خليت الناس يكونوا عبيد يشعروا انهم عبيد نادم على كل دمعه كنت اشوفها في عيون طلابي نادم على كل لحظه كنت اخلي واطور من اسلوبي عشان يكون مؤثر قدام الطلاب اللي كنت ادرسهم الدين وكنت ادرسهم العقيده انا اليوم نادم واكاد اموت من القهر واموت من الوجع واموت من الادم كل ما اتذكر كيف كان لهذول الطلاب كانوا يستمعون إلى كلامي لما كنت أحكي لهم كل هذا الكلام الهراء وكانوا يذرفون الدمعة أمامي لأنه كل ما أذكر هذا الكلام أشعر قديش أنا كنت إنسان وضيع وحقير وقديش أنا كنت إنسان سافل كيف أنا كنت أخلي الناس يشعرون بالعبودية هل تعتقد فعلا أنا أتمنى أتمنى في أن امشط بأنشاط الحديد وان اموت مئة ألف مره على اني ارجع ولو لثانيه لما كنت عليه في يوم من الايام شو بتقول انت يا شيخ انت انت مش عارفين مش عارفين اثر هذه الشريعه على الناس هذه الشريعه دمرت عقول الناس انا انا اقول لك بصراحه أنا اني اشفق عليك والله مسكين لماذا لماذا لانك لماذا لا تختزل أنت الآن لديك ميكروسكوب يعني ترى بالعين العربية عندما جئت إلى أوروبا كأنك وجدت الإنسانية وجدت كذا كذا أحسن من ديننا لا يا أخي لا يا أخي أنت على خطأ الإنسانية حتى إحنا عندنا الإنسانية ولكن في المكان الصحيح اختزل اختزل ما قرأت وما درست الله يهديك أنا أتمنى لك الهداية إن شاء الله لأنك اخترت المكان الغير المناسب ظنيت دقيقة يا محمد أرجع دق... نصف دقيقة صافي ماشي أنا فاضح <applause> أنا معك محمد تسمح على شوف عادي. أتمنى أنا أعجبني الحال ولكن إذا سنبقى دائما هكذا أنا أتمنى لك الهداية والله العظيم من قلبي وأنا قلت أتمنوا لك لأنفسكم الهداية أتمنوا لأنفسكم دي. عندما 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 تستبيحون دماء الناس لانهم مش قادرين يقتنعوا بدينكم. اتمنوا لانفسكم الهدايه عندما تؤمنون بشريعه تامر برجم الناس لانهم حبوا بعض، لانهم مارسوا الجنس مع بعض من دون مباركه الشريعه الاسلاميه. اتمنوا لانفسكم الهدايه. شوف انا اتمنى الهدايه من نفسي اولا وللمسلمين جميعا وللناس وللمس... مثلك انت مثلا المتذبذبين، يعني مره مسلم ومره ليس مسلم وكذا. <applause> وانا اقول لك مره ثانيه احسدك على هذا الاسم محمد لان انا احب رسولي صلى الله عليه وسلم، احسدك على هذا الاسم، انا اراك فيك اشياء جميله ولكن انت اخترت الطريق الخطا. والله العظيم لديه نهايه، نهايه قصيره. أنت ربما أعجبتك الإنسانية الأوروبية، طبعاً هنا الإنسانية وليس لا ترى أنت يعني ركبت عليه بمكبر العين العربية. لا، عندما تعيش هنا لو جئت شاب هنا ويعني وضحيت بحياتك وصحتك هنا في أوروبا وعرفت كيف لا تقل هكذا لأن أنت جئت ربما رجل كبير إلى أوروبا. ما جئت شاب واشتغل أنا عشرين سنة أنا 22 سنة أشتغل ما جلست حتى ولو يوم وتقول لي لأن هنا الإنسانية الإنسانية فيها ولكن أن تكون حتى أنت أيضا إنسان انظر سبعين سنة بين سبعين سنة الإسلام كيف انتشر في أوروبا بديننا إحنا المسلمين وأنت تأتي وتأتي في, وتأتي في, في أوروبا ليس بدينكم لا لأن هذول الأوروبيين ناس عندهم أخلاق ناس عندهم ضمير ناس عندهم إنسانية شافوكم مشردين في بلدانكم آه، تكادوا يتخطفكم الناس أه؟ جل... لجأتوا إلى إلى أوروبا على زوارق وقوارب الموت فتحوا لهم بلدانكم لأن بلدانكم لا فتحوا لكم بلدانهم لأن بلدانكم ما استطاعت أن تؤمن لكم لا حياة كريمة ولا أمن على نسائكم ولا على أطفالكم ولا على أنفسكم ففتحوا لكم ابواب ابوابهم وفتحوا لكم احضانهم وقالوا تعالوا نحن نكون عون لكم لاننا بشر مثلكم ولكن الحقيقه المره ان هؤلاء الناس الذين اتوا من من العراق ومن سوريا ومن الصومال ومن المغرب ومن الجزائر ومن اليمن ومن غيرها مجموعه منهم كانوا ناس رائعين جدا طوروا من انفسهم كانوا اعضاء فعالين في المجتمع وصاروا جزء من هذه المجتمعات وقسم كبير منهم ناكري للجميل، ناكري الاحسان، فاتوا يطعنون في هذه البلدان وصاروا يخلفوا اولاد عشان ياخذوا مساعدات من الدوله وهم عايشين عاله على هذه الدول، هذه الحقيقه انتم موجودين الاسلام موجود في اوروبا لان هذه هذول الاوروبيين شعوب ارقى مننا بمليارات المرات مليارات المرات. جعلوا لنا فتاة، سمحوا لنا ان نفتح مساجد ونسبهم فيها، عرفت كيف؟ بينما نحن في شريعتنا لا يجوز حتى ترميم المساجد التي تكون بحاجه الى ترميم، هذه الحقيقه المره، هذول الناس اخلاقهم وضميرهم وانسانيتهم افضل مننا بمليارات المرات، احنا شعوب ما عندنا احترام لانفسنا، ما عندنا احترام لاي شخص اخر، هذول الناس استقبلونا في احضانهم ولكن احنا مع الاسف الشديد بينا أك يعني أك اعلى درجات سوء الاخلاق لما بدانا نطعن في هذول الناس و و ونشوه سمعتهم ونريد ان نحكم بلدانهم ومثلك الان مثل ما انت جالس تقول سنفتح اوروبا وسنفتح روما، روح افتح بلدانك اولا اللي انت هربت منها اللي ما لقيت لقمه العيش تعيد ما لقيت لقمة العيش في بلدك ها أه؟ لقيتها عند هذول الكفار تفتح ايش انت أه؟ تفتح ايش وانت ترى 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 العراقيين والسوريين والصوماليين والليبيين واليمنيين بلدانهم بلدان الاسلام ما استطاعت ان تقدم لهم شيء جالسين ركبوا زوارق الموت عشان يجدوا الحياه في اوروبا انتم قبل ما تفكروا انكم تفتحوا بلدان روحوا روحوا يعني ساعدوا ساعدوا أطفالكم ونساكم في العالم العربي روحوا طلعوا الناس الذين يعيشون ويباتون في المقابر لأن ما عندهم بيوت روحوا انقذوا أطفال الشوارع أنت رجل من المغرب تعلم جيدا يا سيد عبد المجيد أن نساكم في المغرب وهم أخواتي احبتي وانا من عشاق الشعب المغربي وبحطهم على راسي بحبهم كثير عرفت كيف؟ لحد هذه اللحظه انت بتعرف هذا الكلام جيدا انه في نساء في المغرب بتبيع جسدها جسدها لانها ما لاقيه لقمه العيش، ليش؟ انت بدل ما تجي تفكر في انك تفتح اوروبا روح روح شوف شو مشاكلكم في البلدان العربيه في مصر المرأة تضطر أنها تشتغل راقصة وتروح تنام مع واحد خليجي لأنه ما عندها قوت يومها طالعة من من العشوائيات في البلدان العربية في سوريا في المخيمات يجون يتزوجون الأطفال في عمر 10 و 12 سنة عشان عشان عائلتها محتاجة قبل ما تفكروا تفتحوا البلدان الأوروبية روحوا افتحوا بلدانكم يا أبو خالد شو بتقول أنت؟ أخير. فانا اقول لك يا محمد اولا عندما قلت جئنا فتحنا ليس فتحنا جئنا يعني احنا كي نفتح اوروبا بالحب والمحبه وهذا الدين بهذا الدين يا محمد هذه اولا وثانيا اللاجئين العراقيين والسوريين لو كانت هذه هذه القاره الاوروبيه تريد ان تستقبلهم لجاءت بالطائرات لاخذتهم من العراق وسوريا وهم ابحر بالقوانين هم أبحروا والله كما ابهرنا أبغر... أخذت... يا اخذتهم بالطائرات أه الناس الذين قدموا اسمائهم في الامم المتحده ها أه دفعوا لهم البطاقات للطائرات وجابوهم لاوروبا اخذت فقط الطبقه البرجوازيه ما اخذت الشعب المسكين المسلم اخذت فقط الطبقه يعني الرؤوس الرموز الكبيره ما تاتي تاخذ الرموز أبغر... هذا الكلام والله عيب والله يعني جاءت احد اصدقائي احد اصدقائي مش اصدقائي يعني كثير يعني هو انا تعرفت عليه هكذا ك... واحد من الش من الطبقه المطحونه في اوروبا في الس... في سوريا كان يقول لي <applause> المعذره ما ما استطيع اقول هذا الكلام يعني المعذره استمر في كلامه طبعا شوف يا محمد انا اتكلم لأ... 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 في الصحيح هما ليس جاءت بالطائر اخذت فقط نساء او الرجال الاعمال الكبار الاغنياء اما صح. الفقراء مثل احنا جئنا ما تقوله غير صحيح والله كل الناس تعلم اللي بتقوله غير صحيح وانما يعني طلعتهم من المخيمات طلعتهم من الشتات اللي جو الى ف... البرجوازيين والطبقه الغنيه وكذا غير صحيح ما تقوله غير صحيح أي... الطبقه الفقيره دفعت حقا الفلوس الطبقه دفعت, دفعت الفلوس من تركيا حتى تصل الى اليونان ومن اليونان يجوا الناس ياخذوهم الى بلجيكا والمانيا وكذا وكذا يا اخي يعني تقريبا 60 70 هكذا ستين الذين كانوا في المخيمات كان تجي عليهم الامم المتحده تكتب اسمائهم ولما تكتب اسمائهم لما يطلع لهم ياخذوهم ويجيبوهم لاوروبا هذا الذي يصير وعندما قلت لك انا ليس شيئا كي نفتح اوروبا ولكن بقيم الدين والاخلاق والمحبه وكذا ماذا أظهرتم؟ ماذا؟ في فرنسا؟ شوفوا شو عملتوا في السويد؟ شوفوا شو عملتوا في المانيا؟ شو القيم اللي اظهرتوها غير انكم ناس همجيين؟ هذا ليس دين اللي يشرق والذي لما تقولي والذي... الحب وال... والسلام والاخلاق انتم اظهرتم انتم المسلمين اظهرتم أسوأ أنواع الأخلاق في أوروبا مش مسلمين باسم مسلم أنا أتكلم عن الإسلام مسلمين. لا أتكلم عن الأشخاص مسلمين مسلمين أنا أتكلم عن الدين ليس عن الأشخاص لا يا الدين ما يقدر يظهر اللي يقدر يظهر هو المسلم أما الدين إحنا نروح نقرأه من الكتب ومن القرآن الأوروبيين صاروا يعرفون أن هذا القرآن قد يشوى كتاب دموي عندما كانت الشريعة الإسلامية الحقيقية في الأندلس كانوا يأتون من الشام من بلدكم يدرسون في الأندلس لماذا لا تقول هذا أولا؟ آه لأنه كانوا متخلفين في الأندلس يا يعني الناس المتخلفين في الشام <applause> وفي مصر متخلفين والله يذهبون يقرؤون نفس التخلف، شو كانوا بيدرسوا؟ تعتقد انهم كانوا يدرسون العلوم الفيزياء والكيمياء وال... والجيولوجيا والبيولوجيا وال... والفلك؟ لا، كانوا يدرسون علوم التخلف، علوم الشريعه. والله اكيد يا ابو مثل ابن حزم الاندلسي عرفت كيف؟ ابن حزم شو كان؟ كان عالم متخلف مثل هذول الناس اللي بيكتبوا هذه الكتب شو شو كانوا بدرس. كانوا يدرسون التخلف، كانوا يدرسون على المذاهب الاربعه، المذاهب الاربعه اللي اللي الشافعي الشافعي كان يقول انه لا ان ان الانسان اذا زنى وصار عنده بنت من الزنا بعد ذلك يجوز له ان يتزوج من هذه البنت هذا الذي كان يدرسون كانوا يدرسون, لحظه لحظه يدرسون كيف انك تتزوج طفله صغيره خلينا 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 في الاندلس الان شو آه آه والله يا محمد كان يدرس في الاندلس شو كان يدرس؟ يدرسون يدرسون مذهب الامام مالك اه كانوا يدرسون مذهب الامام مالك عشان هيك لما يعني انتوا انتوا انت المغاربه صرتوا مالكيه لان مالك لما لما ذكر له ذكر له ما ادري مين كان عبد الرحمن بن داخل او مين كان فقال لو كان هنا لبايعناه فعشان هيك جابوا وقالوا يلا صاروا ينشرون مذهبه وجابوا الموطا تبعوا ودرسوه هناك في, في الاندلس شو كانوا يدرسون؟ وهذا هذا مالك وهذا عندي شرح الزرقاني شوف كميه التخلف وحادي. الذي موجود عند الامام مالك الذي الذي <يحبه> الذي مات وقد اغلق عليه داره لانه كان انسان متهور ما كان يفهم شيء حتى لما كان يسال لما كان يسال في العقيده ما يعرف يجاوب يطرد الناس من مجلسه كما كما صح عنه عندما سئل عن العرش قيل له كيف استوى على العرش قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوا هذا فانه رجل مبتدئ هذه 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 العلوم اللي كانت تدرس عندكم كن عادلا يا محمد كن عادلا النصارى الذي تدافع عنهم الان يدرسون تاريخ ليش, ليش انت تقول النصارى الذين تدافع عنهم انا ما بدافع عن نصارى وما لأنك النصارى وما عن النصارى عملت في الميزان فضلت الانسانيه الاوروبيه مثلا للنصارى احسن من ديننا الاسلام هذا فقط انت اذا ما ما عجبك الانسانيه اللي موجوده في اوروبا اترك اوروبا مش صادق انت انت كذلك فعلت نفس الشيء ال ال الانسانيه اللي موجوده في اوروبا انت تركت بلدك واغتربت وجلت تطلب الحياه بين بين ظهرانيهم ما ما, ما لك ما لك, ما لك تعيب علي خلق وتاتي بمثله فعلي. انا اقول مثلا أن نرجع الى الاندلس اولا الاندلس الى الى ها... الى يومنا هذا يدرسون في يدرسون في الجامعه ويقولون قصه لا تنسى الى الابد يعني لقمه المح... قمه هذا الدين الذي انت يعني تسب فيه انظر الى القمه كانوا ياتون من الشام كي يدرسون في الجامعات الاندلسيه هنا يدرسون. في المدنس. شو كانوا يدرسون؟ ليش ما تتكلم عن هذا؟ علم كل العلم, كل العلم. كل الفيزياء والرياضيات لا ما كان في هذه العلوم ما كان عندكم هذه العلوم كلهم كانوا يأتون ويدرسون على يد بعض علماء الشريعة عندكم ما يا أخي اتق الله حتى العلوم ال... الرياضيات والفيزياء فيهم علماء هذه كانت موجودة مصرين. في العراق وفي مصر وفي كل الأماكن لا لا يا أخي لا لا يا محمد أنا في الأندلس في الأندلس أه؟ استطعت من تعمل حضارة هنيك المسلمين لانها كانت بلاد متطوره على يد الروم على يد المسيحيين لان هؤلاء هم اولاد الروم هم الذين كانوا يعني دوله روما في ذلك الوقت كانت دوله عظيمه جدا يعني جذورها ممتده الى مئات السنين وكانت دوله عظيمه جدا دوله فيها حضاره وفيها بناء وعمران وشوارع ودنيا انتم ماذا عندكم هذا انتم لو كان عندكم علوم اسلاميه كنتم تدرسوها في مكه، ما ما كان الناس يذهبون الى الاندلس، الاندلس اذا كان فيه خير وكان فيه علم وتطور وحضاره فذلك بسبب انكم كنتم سرقتم هذه الحضاره وهذا التطور من العلوم الثانيه لدى من الكفار الذين غزوتم بلدانهم، مثل ما حصل في العراق، ايش اللي كان عند المسلمين لما ذهبوا للعراق؟ شوية ناس رعاع قطاع طرق خرجوا من الجزيرة العربية وذهبوا إلى العراق، بينما العراق كان فيها بلاد فارس مرتبطة ببلاد فارس، وإجا بلاد الفرس وطوروا هذا الكلام، وهذا ليس كلامي، هذا كلام ابن خلدون، عرفت كيف؟ نفس الكلام لما ذهبوا إلى الشام صارت في هناك حضارة، لماذا؟ لأن أهل الشام كانوا أهل روما، كان عندهم حضارة وعلوم وتقنيات ودنيا ولذلك أهل مكه والمدينه منبع الاسلام و و و و والمكان الذي نزل فيه الوحي بقت متخلفه لماذا دائما التطور ياتي من, من عند ال الكفار لان ما عندكم شيء لان القران تبعكم ما اعطاكم اي شيء القران تبعكم ما ما طور منكم شيء ولذلك كلها على هذا كلام ليس كلامي هذا كلام كلامي القاضي بن خلدون تستطيع ان تقرا محطة. تقرا هذا الكلام عنده في المقدمه ما, ما مش كلامي انا حتى أنا ابن خلدون ذكر قال وان ان العرب يعني كانوا بدرجه من المتخلف من التخلف انهم لما دخلوا بلاد فارس وكذا لما شافوا الكافور ظنوه ملح لهذه الدرجه ما كانوا حتى يعرفون الصابون فاهم كيف؟ لانه ما كان عندهم شيء حتى ان عائشه ذكرت ذلك في 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 قصه الافك لما لما ذكرت ان ان ما كان عندهم حتى تواليتات في البيت. وانما كانوا يخرجون الى الى العراء ويتغوطون ويتبولون في 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 العراء هكذا في في الهو في في الصحراء. ليش؟ لان ما كان عندهم نظام صرف صحي اصلا. لذلك انت لما تتكلم عن التطور وان ما هذا كله انتم تعلمتوه من الكفار من من الفرس ومن الروم. شو انتم جبتوا معاكم؟ ولا حاجه. ولا حاجه وما العيب في ذلك حتى الان اسمع محمد انت اولا عندك مشكل مع التاريخ وتدخل الاسلام في التاريخ كي تشوه الاسلام هذه اولا هذه نعملها جانبا ثانيا ما العيب في ذلك احنا انا اقول انا اتكلم عن نفسي المغاربه سبعين سبعين سنه هنا في اوروبا جاءوا فقراء الحمد لله وصلوا الى مناصب حتى كانوا فقراء ولكن وصلوا إلى مناصب تتخيل أنت حتى تقول أه؟ يعني تتخيل لماذا المشكل ليس حتى لو المسلمين تعلموا من اليهود ولا من هذه هي الدنيا ولكن أنا أتكلم عنك عن الدين الدين جيد ديانة جيدة أما العرب أو المسلمين بين قوسين بأسماء مسلمين أنا أتفق معك أنا أتفق معك فهمت؟ ماذا يعني قدم لكم الاسلام من تطور؟ هذا القران قل لي ف... ماذا قدم لكم من تطور؟ عن الاندلس، انظر الى الاندلس جاوبني هذا القران الان هذا هنا اعطني ما هو العلم والتكنولوجيا والتطور الذي قدمه لك هذا؟ اولا ابحث في اوروبا وفي كل امريكا ستروا انا انا أعطني. اعطني ماذا قدم لكم من تطور هذا؟ احنا في اذا طبقنا الشريعه الاسلاميه الذي كتبت في هذا القران العظيم والله العظيم سنكون احسن امه اخرجت للناس ولكن اينما يولى اينما تولوا يولى عليكم احنا تركنا الدين ونا الان ناكل العصا ودائما ماذا قدم لكم هذا؟ قل لي هذا القران اعطني ايه او 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 ايات قدم لكم تطور ماذا قدم لكم؟ ولا شيء ساختصرها ساختصرها ذلك القران اعطى لنا مليار و مليون بشر في بين 1445 سنة أعطانا مليار و800 بشر مسلمين وبعدين أي بش أي بيت في هذا الكون كلهم سيعرفون الله واسم محمد شئت أنت يا محمد أم أبيت وأنا آه، راح يعرفون هذا محمد أبقى. كان مختص بأطفال صح كلهم صاروا يعرفون هذا بسبب الانترنت وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي صار هناك 6 مليار شخص على هذا الكوكب يعرفون ان النبي محمد كان يختص طفلة عمره 9 سنوات ربما انت تعرف محمد في بلدك يعني او في قريتك اسم محمد يختصب الاطفال وبقيت في ذاكرتك يا محمد أنا استسمح هذا الكلام ولكن ربما هذا الكلام بقي في ذاكرتك وتريد ان تلصق نبينا محمد ألف مليار وثمانمائة مليون بشر بين قرن ونصف والدنيا بأكملها يسمعون عن الله وعن محمد وتأتي أنت يا يا محمد صالح وتريد أن تدلس للناس تقول أن محمد يقتصى وكذا أنا لا أدلس أنا أقول لك اللي موجود في صحيح بخاري ومسلم أن نبيك <applause> الذي أنت تؤمن به وتفتخر به اختصب طفل عمره تسع سنوات لماذا؟ محمد لماذا لا تقلب الموازين انا اكون معك الاول في الصف الاول سندخل الى دعوه الى الاسلام انت عندك تاريخ وعندك ولكن سنختزل انا اكون معك والله العظيم ساكون انا سائقك وندخل في بستانك العظيم ونرجع مسلم البستان هو الاسلام ولكن بس... آه. برؤيه اخرى انت, أنت... 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 انا, بق... أنا بقول لك نبيك اختصر طفله تقول يرجع الى هذا شو أنت نبي لم يقتصر ما بتسمع الكلام ما بتسمع نبينا لم يقتصر يا محمد تسع سنوات تسع سنوات أه؟ والله تسع سنوات انا قلت لك ابنتي عندها عشر سنوات كانها امراه والله لو تراها انها امراه ولكن في هذا الزمان في يعني العقود والاوراق الدوله لا تسمح للبنت كي تتزوج على كانها إذا سمحت وتصوم رمضان يعني إذا بالغة لا سمحت إذا سمحت تتزوج لماذا؟ إذا هي كامرأة وتصوم يعني بالغة لماذا؟ لماذا لا؟ إذا كانت الدولة سمحت ممكن تتزوج طفلة عمرها تسع سنوات؟ إذا كانت هناك شريعة إسلامية حقيقية إن شاء الله ممكن تتزوج فتاة عمرها تسع سنوات إذا سمحت لك الدولة لأنت أنت تدخل الأمور ليس في مكانها تأتي الآن في هذا الوقت في هذا الزمان تعطي فكرة كأنك يعني تتأخذ البنت العشر سنوات الناس ثلاثة آلاف بشر هون ومئتين يفكر كأن بنت صغير لا يا أخي إذا تريد أن تفكر هذا فكر في قرن, قرن ونصف النساء في ذلك أنا الوقت الآن سألتك أنت مش قلت أنه أنت ممكن عادي هل ممكن انت كانسان ها اه اذا كنت في بلد تحكم بالشريعه الاسلاميه وتطبق الشريعه وتسمح بذلك ممكن تتزوج فتاه عمرها تسعه وعشر سنوات؟ لا ولكن زد اكمل الجمله ان تكون هذه عند تسعه سنوات وبالغه وعندها وعندها صوره كالمرأه آه الكبيره وعريضه وعريضة كأنها إمرأة وبالغة. آه آه آه. ممكن تزوج نعم. يان يا وديع المجيد محمد ولكن الجملة الصحيحة إذا كانت هناك دولة إسلامية والناس مؤمنين مسلمين على الحقيقة الصحيحة والعدالة الصحيحة والمر والبنت تسعة سنوات أو عشر سنوات وبالغة وصورة كأنها المرأة الآن. يعني تعادل المرأة الآن كبيرة وعريضة يعني بالغة ولديها عقل بالغ مثل المرأة الآن طبعا أنا أنا معك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تزوج بنتك بنفس الطريقة كيف يعني بالطريقة يعني بهذا اللي أنت قلته كيف مثلا أفهمني أكثر يعني بلغت وكانت كبيرة وهيئتها مثل هيئة امرأة ممكن تزوج بنتك بهذه الطريقة أي, أي, طريقة تريد بنتك كبرت عمرها عشر سنوات كبيرة طويلة عريضة بالغة أيوة طبعا أزوجها إذا هناك شريعة إسلامية حقيقية وإذا قبلت هي صحيح هناك واحد صحيح واذا قبلت هي ايضا يعني شروط الاسلام شروط الاسلام يا محمد لا تخلط الامور لا تخلط الامور وتريد ان تدوخ الناس هنا بان لا 10 سنوات في بلجيكا 22 سنه في بلجيكا ايوه الله صدق اللي قال انه ما فيكم امل انتم لماذا في بريطانيا وفي أمريكا اللاتينية الآن يغتصبون البنات عشر سنوات تسعة سنوات ولا تريد أن تقول هذا ويحملنا ويحملنا بالأطفال يعني ينجبنا الأطفال على تسعة سنوات لا تقول هذا أما الإسلام وقعت واحدة في قرن ونصف من زمان وتريد أن تلصق الأمور وتذوخ الناس يا محمد أنا لا أتفق معك في هذه هناك الآن 2023 لا توجد دولة إسلامية حقيقية في أمريكا اللاتينية وفي بريطانيا وحتى مشاكل تقع هنا في أوروبا الشرقية هناك بنات يغتصبن على عشر سنوات ويحملن بالرضيع يعني بالطفل في بطني في بطونهن وتأتيني أنت وتريد أن تدخل العاطفة أن الإسلام لا يفعل هما النصارى وال ولا يعني بين قوسين مسيحيين وكذا وكذا ولا تريد أن تقول يعني أقوى من أي إنسان مسلم إذا شافك في أي مكان أو غير مسلم صراحة أنه يعني يخبي أطفاله عنك لماذا؟ احترام شديد لك ولأنه أنت عندك نظرة بيودوفيلية للأطفال لا أبدا لا بلد. أبدا بلد. أنت خطر على الأطفال يا شيخ محمد والله انت خطر. والله أيوه انت محمد. خطر كبير جداً محمد. والله انت بحاجه محمد. انت بحاجه لحظه بحاجه تذهب الى طبيب نفسي تعالج نفسك وتقول انا اتبع شريعه هذه الشريعه تسمح لنا بالزواج بالاطفال وانا اؤمن بهذا الكلام كيف اتعالج من هذا الكلام؟ انت خطر على اي طفل موجود حواليك وخطر أيوه انك محمد. تربي اطفالك انت المفروض يسحب منك أطفالك صراحة لأنك أنت ممكن في يوم من الأيام تأخذ أطفالك تروح وتوديهم لمكان ثاني وتزوجهم ويمارس عليهم الاختصاب لأنك أنت مقتنع بأن طفلك هذه عندك كبيرة وطويلة وعريضة ولها هيئة امرأة وممكن أنك أنت تمارس نفس الاختصاب بنفس الطريقة لا ما عندك أنت التفريق بين الطفل وبين الـ الكبير الفارق معك هو هيئة الجسد الجسد إذا كان طفل كبير فخرج أنت أنت هذا ليس لا يعتبر طفل وإذا يعني حتى لو عمرها تسع سنوات هي ممكن تروح تمارس معها الجنس أو أنك تقدم بنتك أنه لشخص آخر يمارس معها الجنس لأن جسمها كبير مع الأسف الشديد لا تمرر الأغلاط يا محمد والله العظيم تمرر الأغلاط لا ما أمرر الأغلاط. انت 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 خطر على الاطفال لا المفروض أبدأ. اي انسان يشوفك في اي مكان على وجه الارض يروح يخبي لا أبدأ. طفله منك لا اي أبدأ. انسان انا انصح اي مسلم على وجه الارض اي شخص يشوفك في اي مكان لا يقرب طفله طفلته اليك لانه انت ممكن صحيح. تشوف هذه الطفله على انها امراه وتنظر اليها نظره النساء يعني العكس صحيح هذه الحقيقه لي... لا 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 يا محمد لان لصقت لي لا اذا لكم ان نبيكم مغتصب وتدافعون عنه انتم لا تدافعون عنه لا. لا. هكذا هباء وانما تدافعون عن حاله نفسيه جواتكم انتم تشتهون الاطفال وتحبون الاطفال وقربكم من الاطفال خطر على الاطفال هذه الحقيقه ليست حقيقه يا محمد لماذا لا تقول حقيقه لا. الان في الدول الان يزوجون البنات عشر سنوات ويغتصبن ويحملن هذه يوجد في اوروبا أو كلها في اوروبا من بريطانيا الى اكثر كل الدول الاوروبيه لا يوجد فيها زواج اطفال في عمر عشر سنوات ما يوجد هذا الكلام والكلمه الحقيقيه الصحيحه اللي انت استخدمتها هو هكذا تغتصب الطفله تغتصب الطفله <applause> مارست مع جنس معها لها فقط تعريف واحد وصف واحد هو الاختصاب أنتم في شريعتكم هذا الاختصاب يسمى زواج هذا هو الفرق في الخفاء يا محمد في الخفاء أما الآن لا توجد شريعة الاختصاب الاغتصاب هو اختصاب سواء كان قام بذلك الشيخ واثنين شهود أو كان قام بذلك رجل في, في هكذا على الحارة أو في مكان معين هذا يسمى اختصاب ما له أي اسم ثاني على وجه الأرض على فكرة أنا أقول لك على فكرة كي تدلس الأمور أنا عندي بنت عندها 19 سنة ولا أتركها تتزوج الآن تدرس في الجامعة لا أتركها تتزوج حتى تأخذ بطني صار يجاني خلاص ما مش قادر أكمل <applause> عندي والله. لا لا تدلس المؤ... أنا لا والله عندي 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 وجع ما ما أنا راح أسأل لا لا والله خلاص أنا ما أقدر أكمل ونك... بقى... معذرة يا مع السلامة <applause>